حالك طيب؟ الله يبارك فيك، طمنا عليك، انت كيف حال صحتك؟ لا الحمد لله، تعال 90% ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله طهور ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين. شنو اخبارك؟ شنو حال صحتك انت؟ بهي والله كويس الحمد لله. طيب على سلامتك، الحمد لله. طهور ان شاء الله. مهندس محمد، تأخذ الذهاب والإياب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني رب همة أحيت أمة، يعني الواحد بيتذكر الكلمة ديت لما يلاقي اسم دكتور عبد الرحمن الفرجاني موجود، لأن هو ما شاء الله يعني بهمته العالية قدر يعمل حاجة كبيرة جدا في الوطن العربي مش في ليبيا بس، إن هو قدر يقنع ناس كتيرة جدا بموضوع الأوبن ستريت ماب وموضوع الأوبن سورس وموضوع مشاركة المعلومات، فحاجة ممتازة جدا. ولقينا ناس كتيرة جدا في أفريقيا كلها يعني بتتابعوا ومهتمين جدا بالموضوع، فما شاء الله حاجة يعني نفخر بيها. وطبعا هو غني عن التعريف، كل اللي موجودين هنا متابعينه أو عارفينه من قبل كده، هو أستاذنا الفاضل سيدي عبد الرحمن الفرجاني من ليبيا، طالب دكتوراه بجامعة ليل بشمال فرنسا، ومتخصص وباحث في مجال المدن الذكية، وعضو باللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر العلمي حول المدن الذكية وحالة الخريطة الليبية على منصة خريطة الشارع المفتوحة للبيانات المكانية. هو ما شاء الله يعني يعتبر قائد لموضوع الأوبن ستريت ماب في ليبيا وفي الوطن العربي وفي أفريقيا، ونتمنى له المزيد من النجاح. وهو شرفنا النهاردة بأن هو هيدينا دفعة لموضوع الأوبن ستريت ماب في مصر إن شاء الله، وإن شاء الله نحاول نحذو ليبيا في موضوع تبني الأوبن ستريت ماب. طبعا ما اقدرش اتكلم عن الأوبن ستريت ماب واستاذنا موجود، فهو هيشرح لنا فكرة الأوبن ستريت ماب وازاي ان احنا نعمل فرق عمل ونحول بلادنا كلها لموضوع الخرائط اللي هي مفتوحة المصدر، ويكون نقدر نستفاد منها في الشغل بتاعنا كمهندسين معماريين او إيربن وهكذا. اتفضل يا استاذ الفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جزيل الشكر أخي المهندس عمر سليم من جمهورية مصر العربية الشقيقة. أنا لا أجد الكلمات لأعبر بها عن سعادتي على هذا الشرف الذي خصصتموني به اليوم لاستضافة أو لتقديم هذا اللقاء لشرح فكرة ومفهوم خريطة الشارع المفتوحة. شرف كبير لي جدا ولجميع الإخوة في الجمعية الليبية للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، وكذلك فرق مشروع خريطة الشارع المفتوحة في ليبيا. نحاول بقدر الإمكان اليوم تكون الموضوع هو خليط بين التوعية التقنية والاجتماعية بأهمية البيانات المفتوحة والكراود سورسينج بشكل عام. أولا سأقوم بمشاركة
أخي عمر، هل تم مشاركة ال ايوه دكتور، نعم بارك الله فيك، شكرا. لك رمضان. فقط تصحيح بسيط، يعني أنا لست لما تحصل على درجة الدكتوراه بعد، أنا طالب دكتوراه ما زلت المهندس طالب الدكتوراه بنقول له يا دكتور إن شاء الله. بارك الله فيك، ان شاء مشكور الله. جدا، بارك الله الله فيك، يكرمك. نسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله، ولجميع الباحثين وجميع الطلبة يعني في جميع المستويات الدراسية، نسأل الله لهم التوفيق جميعا إن شاء الله. فمثل ما ذكرت اليوم، يعني نحاول إن شاء الله نعطي فكرة على فكرة الأوبن ستريت ماب بشكل عام. تم بفضل الله الحمد وتوفيقه الأسبوع الماضي خلال ورشة عمل التي نظمها الاتحاد العربي للمساحة برئاسة الدكتور سركيس فدعوس والجمعية الليبية للشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، تبني مبادرة أوبن ستريت ماب إريبيا أو خريطة الشارع المفتوحة العربية، والتي صدقا استلهمنا فكرتها من مبادرة أخينا عمر سليم وهي بيم إريبيا. وأنا صراحة كنت أشتغل من حوالي 4 سنوات أو 5 سنوات على مشروع أوبن ستريت ماب، وعندما كنت نشتغل في 3 دي موديلينج وكل ما له علاقة بالبيم والريفت، فكان يعني أفضل وأروع وأحسن محتوى عربي كنت نستفيد منه هو قناة يوتيوب أو محتوى العربي اللي قدم والمجلة العلمية اللي قدمها أخي عمر. فمنذ تلك الفترة وأنا أتساءل لماذا لا يكون مثل ما يكون عندنا بيم أريبيا، نمذجة معلومات البناء للهندسة المعمارية والإنشائية وفي مجال صناعة البناء بشكل عام، مثل ما بادر أخي عمر بتجربة أو بمبادرة بيم أريبيا، لماذا لا يكون عندنا أوبن ستريت ماب أريبيا؟ فوضعت هذا الهدف نصب عيني، والحمد لله تم بفضل الله وتوفيقه وبجهود جميع الأخوة اللي تعاونوا مع المبادرة، ووصلت إلى الحمد لله رب العالمين إلى النجاح، وتم بعناية ورعاية الدكتور سركيس فدعوس من لبنان رئيس الاتحاد العربي للمساحة، الذي لم يدخر جهد صراحة في تقديم وتدليل كافة الصعوبات ل تحويل هذه المبادرة إلى مشروع حقيقي. الأخ باسم يونس، لو سمحت انتبه فقط، جزاك الله خيرا، عذرا، انتبه لأنك أنت تعمل كليك على السكرين اللي هي شيرد وتترك في نقط حمراء على الشاشة. الأخوة، نتمنى من جميع الأخوة الحضور أن يتفهموا أن عدم تفعيل المايك أولا للمحافظة على الصوت وعدم التشويش على المستمعين، كذلك عدم الكتابة على الشرائح التي نقوم بعرضها. بارك الله فيكم وشكرا لتفهمكم. نعود للعرض. فقلت أن هو طبعا المبادرة الحمد لله رب العالمين رأت النور بخير وسلام وتم اعتمادها، وجاري الآن التأسيس بشكل رسمي وإعداد الملف لتسجيل الجمعية العربية لخريطة الشارع المفتوحة كأحد مشاريع الاتحاد العربي للمساحة وتحت إشراف الاتحاد العربي للمساحة. الدول المؤسسة إلى حد الآن عندنا معنا حوالي 13 دولة عربية مؤسسة في هذه المبادرة، ونحن في انتظار أن تقوم الدول هذه المؤسسة أو المؤسسة للمبادرة في بعملية تسجيل جمعياتهم محليا في دولهم، مثلا الجمعية المصرية لخريطة الشارع المفتوحة نأمل أن يتم تسجيلها بشكل رسمي في مصر من الأخوة اللي وعدونا خيرا صراحة، اللي هم تواصلنا معهم منذ بداية المبادرة، المهندس عمر سليم والمهندس هشام وسيادة الدكتور هاني أبو العلا، اللي صراحة يعني تبنوا المبادرة بشرط أن لما عرضت عليهم المشروع قالوا لي إحنا معاكم في هذه المبادرة بشرط
أن يتم تسجيلها رسميا في مصر واستصدار التراخيص اللازمة لها من السلطات المصرية اللي مشرفة أو اللي عندها صلاحية إصدار هذا الترخيص. فإن شاء الله الإخوة يتقدموا إلى السلطات المصرية المعنية أو للجهات اللي في مصر اللي هي مسؤولة على إصدار تراخيص للجمعيات العلمية. طبعا هذه ليست جمعية مجتمع مدني للعمل التطوعي، بل هي تسجل كجمعية علمية. ممكن تسجيلها كجمعية عمل مدني، جمعية أهلية، ولكن يفضل أن هي تكون تسجل كجمعية علمية، لأن الطابع العمل الذي نقوم به هو عمل تقني صرف، صح يقوم على الوعي الاجتماعي والمواطنة الفاعلة للمشاركة لأنه هو عمل تطوعي، ولكن طابع العمل هو عمل تطوعي في المجال التقني. فنتمنى إن شاء الله في القريب العاجل أن سيادة الدكتور، وطبعا أنا والله عن نفسي أنا مقصر مع الدكتور هاني أبو العلا والمهندس عمر سليم في المواصلة لمتابعة الإجراءات. طبعا هذا شأن داخلي في مصر، ولكن قد يحتاج إلى بعض الدعم لنقل التجربة اللي في بعض الدول الأوروبية أو في بعض الدول العربية اللي قطعت مشوار في هذا الموضوع. فأنا عن نفسي يعني كنت مقصر معهم وفي التواصل معهم بالخصوص، ولكن نتعهد إن شاء الله الفترة القادمة أن نخصص وقت لمتابعة تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة إذا كان لزمت لتمكينهم من الاطلاع على التجارب في الدول الأخرى التي فعلت بشكل رسمي وسجلت جمعياتها في دولها كجمعيات علمية، لكي تكون هذه الجمعيات رسميا هي العضو المؤسس في الجمعية العربية لخريطة الشارع المفتوحة إن شاء الله. طبعا هذا البرنامج يأتي ضمن هدفين. الهدف الأول هو السعي في دعم عملية الناشونال انوفيشن سيستم في كل الدول العربية. وليش الناشونال انوفيشن سيستم؟ اللي هو حيدعم الايكو سيستم في كل دولة، وحيدعم عملية التدفق المعرفي وتسهيل مشاركة البيانات. لأن بدون خريطة أساس غنية بالبيانات وغنية بالمحتوى، لا نستطيع تفعيل التطبيقات. على سبيل المثال تطبيقات الهواتف الذكية تحتاج إلى دعم من الويب ماب سيرفيسز، وإذا كانت الخريطة هي فارغة وليس بها محتوى غني، فبالتالي لن يتم تفعيل هذه التطبيقات كما ينبغي. فهذه بعض مجموعة الأهداف اللي من أجلها نسعى إلى تفعيل خريطة الشارع المفتوحة في جميع الدول العربية. ثم ننتقل إلى التعريف الآن بخريطة الشارع المفتوحة في ليبيا، النشأة أو خارطة الطريق، كيف وصلنا نحن فعلنا أوبن ستريت ماب في ليبيا، لعل يتم الاستفادة من هذه التجربة المتواضعة في بعض الدول الأخرى التي ترغب في تفعيل أوبن ستريت ماب ليبيا. أوبن ستريت ماب في دولها أقصد. أوبن ستريت ماب ليبيا كانت مبادرة من مجموعة من الباحثين الليبيين الموجودين والدكاترة الموجودين في الساحة الفرنسية في مختبر أبحاث المدن الذكية بجامعة ليل. عقدنا العزم صراحة على أن يتم تفعيل خريطة الشارع المفتوحة في ليبيا، نظرا لما لها من أهمية، ونظرا لأن كل مختبرات أبحاث المدن الذكية التي تعمل على دراسة الانترنت اوف ثينجز والتحول الرقمي وتوطين مفهوم المدن الذكية في الأبحاث، صراحة كلهم بدون استثناء يستعملوا اوبن ستريت ماب از بيز ماب لتطبيقاتهم، سواء كان في السمارت سيتي، في السمارت هوم، في الانترياكتيف مابينج، في الداشبورد اللي تلزم في الجي اي اس. في جلهم او كلهم يستعمل خريطه اوبن ستريت ماب. بالتالي نحن توجهنا الى الجمعيه الليبيه لخريطه الشارع المفتوح، الجمعيه الليبيه للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيه برئاسه المهندس عبد الباسط بن دله. تواصلنا معهم في ليبيا، وصراحه هم يعني
مباشرة تبنوا المبادرة. أنا آسف فاتني الحديث. أول جهة، يعني أول جهة تبنت المبادرة هي الجامعة النجم الساطع في مدينة البريكة. ومن خلال جامعة النجم الساطع تواصلنا مع الجمعية الليبية للشعار عن بعد ونظم معلومات جغرافية، اللي بدورها نفس الشيء تبنت المبادرة. وكانت ثالث جهة اللي هي الهيئة العامة للمعلومات برئاسة الدكتور عبد الرؤوف البيباس. وكانت رابع جهة اللي هو الاتحاد العربي للمساحة. كما تعلمون، الاتحاد العربي للمساحة يسعى إلى تنظيم مهنة التخريط الوطني في جميع الدول العربية، سواء كان التخريط من خلال الجيوماتكس بشكل، علوم الجيوماتكس دعمها بشكل عام، أو مهنة المساحة بشكل عام، وتقديم كل ما يلزم لدعم أي مبادرة تصب في تقوية هذه المهنة والنهوض بها. فكانت هذه الصراحة كانت هذه التجمع أو الخلطة اللي أدت إلى النجاح الكبير من بداية ولادة المشروع. فكانت الولادة صحيحة الحمد لله، وكانت الشركاء كانوا شركاء استراتيجيين وحلفاء أقوياء، بالتالي دللت جميع الصعاب قدامنا وخلتنا نخطو بخطوة ثابتة. وبفضل الله وتوفيقه، ثم بفضل دعم هذه المجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، تمكنا بفضل الله ووصلنا لما وصلنا له اليوم. فبالمقابل، أنا أتمنى من الأخوة في مصر، إذا كان عندكم رغبة حقيقية لتفعيل أوبن ستريت ماب مصر، أن تتوجهوا إلى الجهات السيادية في الدولة المصرية اللي لها علاقة بإنتاج وإدارة واستهلاك البيانات المكانية وقواعد بيانات المدن والتخريط الوطني في مصر بشكل عام. هذه الجهات هي مفتاح النجاح، هي اللي حتعطي المبادرة الإطار القانوني والغطاء القانوني اللازم لتنفيذ هذا المشروع بأريحية تامة وتحت إشراف ومظلة الدولة. أنا لا أنصح أي أحد أن هو ما حتى مبادرة، يعني في العمل التطوعي أو عمل خيري أو عمل سميه ما تشاء، أن هو يعمل بمنأى عن الأطراف المعنية بالأمر. ننصح جميع الأطراف أن هي تخطو أو تنهج نهج اللي انتهجناه في ليبيا واللي أدى إلى نجاح المبادرة في ليبيا، أن احنا تسلمنا المشروع حطيناه بين أيدي الجهات الرسمية في الدولة الليبية، وحتى الأطراف الإقليمية الرسمية اللي لها علاقة بالمهنة، مثل ما فعلنا مع الاتحاد العربي للمساحة. فحتى في مصر، نتمنى من الأخوة في مصر أنكم أنتم تشوفوا تعملوا شراكات، أولا تحصلوا على ترخيص للجمعية المصرية لخريطة الشارع المفتوح، هذه نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين، أنكم أنتم تسعوا في خلق شراكات مع الجهات اللي حنذكرها لكم الآن. أولا، مصلحة المساحة في مصر، مهم جدا أن يكون لكم تواصل مع مصلحة المساحة في مصر، نقابة المهندسين، نقابة المساحين، مصلحة التسجيل العقاري. ونعتذر إذا كانت التسميات مختلفة عن التسميات في ليبيا، يعني أنا ما نعرفش هل في مصر بتسموها مصلحة التخطيط العمراني أو جهاز أو هيئة، لا أعلم ذلك، صحح لي يا أخي مهندس عمر إذا كان في إمكانية بعدين في تعقيب. ولكن هي هذه الجهات، يعني حنستمر في سردها، واللي احنا تعاملنا معها أو تبنتنا في ليبيا، اللي هي زي ما تشوفوا أمامكم الآن، الجامعات معانا 18 جامعة في ليبيا. حاولوا تتواصلوا بقدر الإمكان مع الجامعات، مع أقسام العمارة، أقسام الهندسة المدنية، أقسام الكمبيوتر ساينس، أقسام الجغرافيا، أقسام نظم المعلومات الجغرافية، شعب المساحة في أقسام الهندسة المدنية. هذه كل الجامعات اللي فيها الأقسام هذه، لو تتواصلوا معها وتكون هي شريك لكم، حيكون النجاح بإذن الله حليفكم. ثانيا، زي ما قلنا، مصلحة المساحة، هيئة المشروعات العامة، الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، مراكز الأبحاث والدراسات، بالإضافة إلى بعض الجامعات اللي ممكن خارج حتى مصر، اللي تشتغل في مجال المدن الذكية ومجال التحول الرقمي.
أكيد في مصر في علماء كبار وأساتذة كبار موجودين في جميع أنحاء العالم، في جميع منتشرين في جميع الجامعات، ممكن تتواصلوا معهم وممكن يخلقوا لكم نوع من الشراكة بين أوبن ستريت ماب إيجيبت وبعض الجامعات اللي لها صيت واسم في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وكذلك مدن الذكية، وكذلك التحول الرقمي وإدارة المدن وغيرها. فهذه استراتيجية عامة لو انطلقت بها، التسجيل أول شيء تسجيل الجمعية بشكل رسمي في مصر، ثم خلق شركاء استراتيجيين واللي هم نعيد نذكرهم مرة ثانية: مصلحة المساحة، ممكن الأشغال العسكرية، وزارة الداخلية، البلديات والمحافظات، إدارة المدن، الهيئة القومية للبحث العلمي، وزارة التعليم بشكل عام، ومجموعة الجامعات، التسجيل العقاري، التخطيط العمراني، وطبعا أنتم نقابة المهندسين وغيرها. هذا بشكل عام. هذه خارطة الطريق لو اتبعتوها بإذن الله حيتفاعل في أقرب وقت أوبن ستريت ماب إيجيبت. ندخل الآن في الـ لماذا إحنا نسعى إلى الاستفادة أو إلى تفعيل خريطة الشارع المفتوحة في أي مكان في العالم. طبعا نحن الآن نعيش عصر أو عهد أو فترة الثورة الصناعية الرابعة. الثورة الصناعية الرابعة اللي تحث على تبني ودمج الرقمنة في الحياة اليومية للناس أو للبشر. المحيط أو البيئة اللي احنا نعيش فيها هي ثلاث أشياء رئيسية، اللي هو الإنسان، واللي هو صلب وجوهر الموضوع اللي تتمحور عليه كل هذه الأشياء، ثم المان ميد ولا البيلت انفايرمنت، الكيان المبني، سواء كان بنى تحتية، مباني، مدن بأكملها، يعني كل ما هو من صنع الإنسان، ثم الناتشرال انفايرمنت اللي هو موجود حوالينا، واللي هو ممكن نقوله قبل حتى البيلت انفايرمنت، يعني هو الإنسان ثم الناتشرال انفايرومنت. الناتشرال انفايرومنت نقصد به هنا العالم او الكيان الطبيعي اللي هو يتكون من الماء والهواء والتربه. هذا عمليه الانفايرومنتال موديلنج اللي احنا نحتاجه لها فيما بعد، واللي هو عمليه انك تعمل ربط ما بين الثلاثه محاور الرئيسيه هذه، انك تعمل ربط ما بين الانسان والعالم الطبيعي اللي هو الناتشرال انفايرومنت اللي هو محيط به الماء والهواء والتربة، والبيلت انفايرومنت اللي هو كل ما هو مبني او هو مصنوع من صنع الانسان. فالربط بين ثلاث اشياء هدية عشان نتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة يتطلب نمذجة او رقمنة كل عنصر على حدة. لماذا؟ عشان يكون فيه كونكتيفيتي، فيه اتصال، وعشان يكون فيه نقول احنا الشيء الذي لا تستطيع قياسه، لا تستطيع إدارته. فأنت عشان تدير هيئة أو جهة أو إدارة معينة يجب أن تعرف يكون عندك أدوات لقياس الأداء مثلا لهذه الجهة. من قياس الأداة تقدر تتشخص الحالة لهذه الهيئة أو هذه الإدارة عشان تعرف تعمل إصلاحات معينة أو تتبنى سياسات أو استراتيجيات معينة لتحسين شيء معين وهو يكون مش عاجبك في الأداة مثلا. فعملية القياس وعملية إنك أنت تصنع أدوات تدعم قرارك لإدارة هذه البيئات الثلاثة: إدارة الإنسان، إدارة العالم الطبيعي، إدارة العالم المبني. أنت تحتاج إلى خلق وسائل أو أدوات. اليوم الأدوات هذه في عصر التحول الرقمي وعصر الثورة الصناعية الرابعة هو
أهمها اللي هي الرقمنة، إنك أنت تحول كل العوالم هذه إلى عوالم رقمية وتعمل لها تمثيل رقمي عشان تصنع ديجيتال ريبريزنتيشن، ويكون عندك مجسمات رقمية ونظم رقمية متكاملة، أو تسعى أن توصلها لدرجة أن هي يكون بينها تكامل انتجريشن، عشان تخلق منها موديل شامل تقدر من خلاله تدير العالم المحيط بك. نبدأ مثلا في الأداة اللي تحول لي العالم الطبيعي اللي محيط بي، اللي هو مثلا الغطاء النباتي، الماء، الهواء، التربة. هذه العناصر يمكن تمثيلها من خلال تقنيات نظم المعلومات الجغرافية، هندسة الرقمية أو الجغرافيا الرقمية، هي اللي من خلالها نقدر نصنع مودلز تحت فرع علم العلم المكان أو علم الجغرافيا، اللي نقدر يصنع لي مودلز اللي هو تدعم، أو قواعد بيانات مكانية تدعم نظم المعلومات الجغرافية، اللي هي زي ما تشوفوا أمامكم الجي اي اس، وكل المودلز أو الفيتشرز اللي ممكن نعمل لها موديليشن عشان نصنع منها موديل نقدر نعمل به سيموليشن، نقدر نقيس من خلاله هذه الظاهرة لمتابعتها واستنتاج واستعلام واستقراء بعض المؤشرات وغيرها. هذا الشق اللي ليه علاقة بنمذجة العالم الطبيعي اللي احنا نعيشه اللي محيط بينا، ماء، تربة، هواء، أو غطاء نباتي. العالم المبني من صنع الإنسان اللي هو ممكن الأداة الرئيسية الآن الواضحة للعالم كله الآن متبنيها، اللي هي مفهوم البم Building Information Modeling. البيلدينج انفورميشن موديلنج انك تعمل ديجيتال ريبريزنتيشن للاسيت او للعقار او للبنية التحتية او للإليمنت هذه على طول فترة حياة هذه الاسيت، هذا العنصر. فانت تاخذ في الاعتبار جميع المعايير اللي تخلي ان هذا الاسيت يكون سستينبل، يكون عنده استدامة، تحافظ من خلالها تحترم فيه الموارد الطبيعية، تحترم فيه الموارد البشرية، تحترم فيه الامباكتس على البيلت انفايرمنت المجاور ليه، تحترم فيه الامباكتس متاعها على الناتشرال انفايرمنت المحيط به، تحترم به ان يكون عنصر يعني انتجريتد بشكل منسجم في المدينة بشكل عام. عشان تعمل شيء هذا لازم تمر بعملية اللي هي النمذجة الرقمية لمعلومات البناء، وثم لما تعمل نمذجة رقمية لمعلومات البناء وتكبر السكيل هذا من السكيل بتاع كل بناية على حدة، يصبح عندك شيء جديد اللي هو السيم City Information Modeling. فلما تجمع ما بين البيم والجي اي اس في رابط اللي هو ما بيناتهم، اللي هو زي مثلا 3D City Modeling، 3D City Database، Urban Information Modeling، كل الأشياء هذه مع بعضها هي تقع في التقاطع ما بين البيم والجي اي اس. لما تكون التقاطع واضح وصريح، لما ندخل فيه مفهوم Smart City، مفهوم سمارت سيتي واللي حنتكلم عليه بعد شوي بشكل مختصر، انك انت جبت المفاهيم هذو الاثنين بيم زائد جي اي اس في التقاطع بينهم، لقينا اش اكبر شيء واضح امامنا اللي هو 3 دي سيتي موديلنج. لما قطعنا مع الانترنت اوف ثينجز، ومع انك انت يكون عندك موديل على الكلاود كومبيوتينج وعامل له شيرنج عشان تعمل به فاسيليتي مانجمنت، وتعمل به سيتي انفورميشن موديلنج، وتعمل به سباشيو تمبرال كومبيوتينج، وتعمل به انترنت اوف ثينجز،
هنا انت جمعت ما بين الجي اي اس والبيم في شيء اختصار اللي هو الجيو بيم. ف الجزئيه اللي تقع ما بين السمارت سيتي والبيم اللي هي الاي اف سي، اللي هو انك تعمل ديجيتايزنج للاركتكتشر والكونستراكشن والانجينيرنج اندستري، انك تعمل اندستريال كلاسز، وبعدين تعمل لما تجيل التقاطع ما بين السمارت سيتي والجي اي اس. كيف الجي اي اس بوضع الحالي الطبيعي البسيط اللي نعرفوه، هل ينفع انه يكون في تقاطع بينه وبين السمارت سيتي؟ نعم، اللي هو في قصه الجيوماتكس وقصه السبيشال داتا انفراستراكشر. لما نوفر نحول جميع البيانات او قواعد البيانات نظم المعلومات الجغرافيه في شكل شيرد وفي شكل على الكلاود، ويبدا اكسسبل للناس كلها توصل فيه وتستفيد منه جميع الجهات في دعم قرارها ودعم استراتيجياتها وسياساتها، هنا يولي عندي حاجه اسمها ناشونال سبيشال داتا انفراستراكشر اللي هو يخدم مباشره السمارت سيتي. فانك تعمل ديجيتايزنج وتعمل مابينج للاوت دور والناتشرال اند بيلت انفايرمنت، العمليه هذه كلها مع بعضها حتدعم لك السمارت سيتي. فهذا بشكل عام المفهوم ها ان احنا نعمله عشان نعمله اداره العالم اللي احنا عايشين فيه. لازم يكون عندنا نتبنوا، ما عندناش خيار تاني، لازم نتبنوا التحول الرقمي، لازم نتحول الديجيتال ترانسفورميشن. وعشان نتبنى الديجيتال ترانسفورميشن وفوائد اللي تكلمنا عليها معروفه في تحقيق الديمومه والاستدامه، لازم يكون عندي ادوات للسيموليشن وللديجيتال ريبريزنتيشن. الادوات هذه باختصار ان احنا بالنسبه للبيلت انفايرمنت بن، بالنسبه للناتشرال انفايرمنت جي اي اس، ولما نبوا نديروا انيبلنج للسمارت سيتي حيكون في التقاطع مجموعه كونسبتس او ابروش حتكون مباشره نقدر من خلالها نصنع ادوات لدعم صنع القرار من خلال التحول الرقمي والاستفاده من الرقمنه ومواكبه عصر الثوره الصناعيه الرابعه والتحول الرقمي. فلما صنعنا الادوات الرقميه الان في شيء مهم، التكنولوجيا واضحه الان امامكم موجوده وصريحه يعني ومبسطه، الادوات موجوده، السوفت وير موجود، وحتى الشركات الكبرى اللي كانت شركات تجاريه عندها برمجيات مثل تريمبل، اوتو ديسك، بنتلي، ازري، كل هذه المعاهد او الشركات او السبلايرز بتاع السوفت وير والتولز اصبحت مؤخرا تتبنى سياسه الانفتاح، لان عرفت ان مش من صلاحها تخلي السوفت وير اللي هي صناعاتها وطوراتها يقعد فقط بكوميرشال لايسنس. فهم الان فهموا اللعبه وكلهم قاعدين يحطوا في ستودنت فيرجن، ديمو فيرجن، بسمي ما تشاء، المهم يعطيك فرصه انك انت تعمل براكتس في السوفت وير اللي هو موجود. فيعني السوفت وير والتولز موجودين بكل سهوله، موجودين يعني السوفت وير اللي ما تلقاش اللايسنس بتاعه اللي هو البروفيشنال، على الاقل تلقى ستودنت فيرجن او ايدوكيشنال فيرجن، وين او ممكن تلقى الحاجات اللي هي اوبن سورس، زي مثلا في الجي اي اس عندنا كيو جي اي اس. فمعضلة السوفت وير والبرمجيات محلولة والحمد لله، ما فيش مشكل معش يعني اختلفت السنوات يعني على سنوات التسعينيات وبداية الألفينيات. لما يكون عندك سوفت وير معين مش هتلاقي إلا أنك أنت لازم تشريه، أو بطريقة غير قانونية بعض الناس يستعمل طرق تانية باش يحصل يستعمل هذا السوفت وير أو هذا التطبيق بترخيص غير قانوني. القصة هذه الآن خلاص شبه يعني كلكم عايشين في هذه الفترة وتعرفوا الكلام هذا جيد، أن الآن شبه المعضلة هذه شبه انحلت، ما عادش فيه مشكلة التراخيص في السوفت وير إلى حد ما،
حلت المشكلة هذه. وين المشكلة اليوم؟ اليوم المشكلة الكبيرة والتحدي الكبير واللي وصلت لدرجة إن سموه بترول الحاضر والمستقبل، اللي هو البيانات والمعلومات. ممكن يكون عندك أفضل سوفتوير وأفضل أداة وممكن تحصلها حتى بترخيص كامل، ولكن ما عندكش بيانات. وين البيانات اللي وين هي اللي تعتبر؟ وكأن عندك أنت مصنع، وكان عندك مصنع، المصنع هذا أحدث موديل ولكن ما عندكش مواد خام. كيف ستتم عملية الإنتاج في غياب المواد الخام؟ حتى لو كان عندك أكبر وأحدث مصنع في العالم في أي صناعة وأي في أي قطاع. إذن المواد الخام للبرمجيات والتطبيقات هي البيانات، والبيانات تواجه مشكلة كبيرة جدا في العالم، مش غير في العالم العربي، في جميع أنحاء العالم، اللي هي مشكلة الكلتشر أو مفهوم مشاركة البيانات، ومفهوم أن نعمل فلو أو تدفق في النولج البياناتي أو المعرفة فيما يخص البيانات. فمن هنا جت الحاجة إلى وجود ما يسمى بالكراود سورسينج. الكراود سورسينج أنك أنت يكون عندك مصدر للبيانات اللي تم تجميعها بشكل مجاني عن طريق التطوع، وتكون تحت ترخيص لايسنس للأوبن ديتا. لما تلقى أي بيانات جاية من مصدر لايسنس مثل أوبن ستريت ماب، لايسنس تاعها أوبن ديتا لايسنس، هنا حتى المؤسسة اللي صاحبة أو اللي تدير هذا الجسم لا يحق لها أن تأتي في يوم من الأيام وتمنع هذه البيانات على المستفيدين وعلى الاند يوزرز وعلى المستخدمين. هذا الترخيص مفتوح وإلى الأبد في جميع الأعراف وجميع القوانين المحلية والدولية. لا يمكن لأي جهة حصلت على ترخيص أوبن ديتا أن تتراجع على هذا الترخيص. فهذا يعطي نوع أو رسالة تطمين أن السيستم متاع الكراود سورسينج فيه ديمومة أو فيه استقرارية، فيه استابلتي. ما تخافش أن اليوم تستعمل المصدر هذا وتعتمد عليه وبكرة يقفلوا عليك. فهذه واحدة من الأدفانتجز، أنك أنت توفر البيانات أو تستعمل البيانات اللي جاية من الكراود سورسينج، واللي هي قلنا تمثل اليوم البيانات المواد الخام اللي يحتاج لها مصانع البرمجيات، أو تحتاج لها البرمجيات اللي احنا شبهناها وكأنها هي مصانع اللي ما تقدرش تشتغل بدون بيانات. لو جيت مثلا سؤال متكرر والمعتاد اللي يسألوا فيه الناس، اللي هو أوكي الكراود سورسينج كبيانات مفتوحة شن علاقتها بالكوميرشال أو بالشركة أو بالجهات أو بالسبلايرز اللي عندهم تولز وسوفتوير تجاري؟ زي ما قلنا، هو علاقتهم ان هادو بيستعملوا المواد او البيانات اللي جايه من الاوبن داتا از رو داتا، عشان هم يعملوا لها نورماليزيشن ويستعملوها بحسب فورمات اللي خاصه بهم هم، ويستفيدوا منها ويديروا عمليات السيموليشن والموديلنج اللي هم يحتاجوها. مثلا على سبيل المثال، الاسبوع الماضي سألت من أحد المتابعين، قال لي فسر لي علاقة إزري بأوبن ستريت ماب. إزري هي الليدر في العالم في صنع برمجيات الجي اي اس. فطلب، هو مستغرب، هو شاف اللي احنا عاملين اللوجو للوكيل الرسمي أو الموزع الرسمي في ليبيا لمؤسسة الانفيرومنتال سيستمز في ريسيرش في انستيتيوت في امريكا اللي هو ازري. فهو استغرب كيف يكون موجود مع بعض، يعني اوبن وكوميرشال. فالعلاقه هي اليوم اصبحت ان الجي اي الازري
في برمجياتها اللي تعالج الجي اي اس جيوغرافيك انفورميشن سيستم زي الارك جي اس والارك ماب والسين والغيره والسيتي انجن، اليوم تبنت بشكل رسمي اوبن ستريت ماب از بيز ماب لها، لان اوبن ستريت ماب وصلت لدرجه من الموثوقيه بعد بالذات بعد تاسك مانجر على الهوت اللي هو اداه ضبط الجوده في البيانات او الادخال على منصه اوبن ستريت ماب، واثبتت فعلا نجاعتها ودقتها ومرونتها في دعم كل التطبيقات اللي تحتاج الى بيانات خام. تبنت ازري اوبن ستريت ماب از بيز ماب في برمجياتها، مثل ما تبنتها اوتو ديسك في انفراستراكشر في 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 سكتش اب عن طريق التطبيق او الادن اللي هو بليس ميكر اللي هو ممكن تضيفه في السكتش اب ويشيلك مباشره الى الزون اوف انترست على على اوبن ستريت ماب. فهذا بشكل مبسط ان اليوم كل التطبيقات او البرمجيات الهندسيه تتبنى اوبن ستريت ماب از بيز ماب لبرمجياتها. فالهدف وين حنوصله بعد بعد حنوصل الى شيء من بعد استمرار في عمليه تغذيه هذه البرمجيات بالمصادر البيانات المفتوحه، بعد ما نعمل لها فلتر معين ونختار منها الشيء اللي يناسبنا ونعمل لها موديليشن وسيموليشن ونورماليزيشن عشان ناخذ منها البيانات المفيده لنا ونستعملها في تطبيقاتنا. في النهايه حنلقوا الموضوع يمس جميع التخصصات او جميع المناحي اللي تحتاج الى زي ما قلنا بدري ديجيتال ريبرزنتيشن، خلاصه الانتجريشن ما بين البيم والجي اي اس ومفهوم تحت مفهوم سمارت سيتي. احنا في النهايه حنخرج بشيء ديجيتال ريبرزنتيشن اللي ننتظرها من خلال هذه المفاهيم او الدمج ما بين هذه المفاهيم، ننتظر ولاده شيء اسمه ديجيتال توين، التوأم الرقمي، انك تاخذ نسخه من الريل وورد بالعالم الحقيقي الفيزيكال وورد اللي احنا عايشين فيه وتعمل له عمليه بروسيسنج في الكلاود كومبيوتينج وعليه اكستنشنز مثل الكولادا اللي هو كولابوريتيف ديزاين اكتيفيتيز، وتستعمل مصادر مفتوحه مثل كيو جي اس مثلا والا حتى مصادر تجاريه، وتستعمل اوبن سورس مثل سيتي جي ام ال سيتي جيوغرافيك مارك اب لانجويج عشان في النهايه تخرج لنا شيء از وكان نشبهه از الداشبورد في النهايه اللي نقدر نعمله من خلاله كل انواع السيميليشنز، ويكون فيه الماكسيمم من الديجيتال ريبرزنتيشن لكل المحتويات للعالم الحقيقي او مكونات العالم الحقيقي اللي احنا نشوفه واللي احنا موجود حوالينا. فالنهايه المفروض ننتظر بعد الانتجريشن هذا كله ان احنا يكون عندنا حاجه اسمها ديجيتال توين. لو اصبح عندك ديجيتال توين خلاص انت تقدر تعمل سيتي مانجمنت، تقدر تعمل فاسيليتي مانجمنت بكل سهوله، وتقدر تدير انفايرمنتال مانجمنت لكل الظواهر الطبيعية، وكذلك الهيومن اكتيفيتيز كلها وكل ما لها علاقة بعملية الأشياء أو البشرية أو العنصر البشري اللي له علاقة اللي هو محور المدينة كلها. تعمل حتى تقدر تعمل حتى سيموليشن للبيهيفير متاع مثلا على سبيل المثال في هندسة المواصلات والنقل. الآن أصبح بعض المفاهيم تتكلم على أنك أنت تعمل في الريل تايم مونيتورينج، تعمل سيموليشن للبيهيفير متاع الدرايفر السائق السيارة، وبناء عليه أن هو السيارة في مفهوم المدن الذكية أن هي كونكتد كار، الكونكتد كار هذا الدرايفر حنعمل أنا سيموليشن للبيهيفير متاعه، بناء عليه حيتحدد سعر التأمين الخاص بهذا السائق. فانت حتى العنصر البشري وانك تعمل تحديد او تأطير للسلوك البشري نفسه اللي هو له تأثير مباشر على المدينة وعلى إدارة المدينة، فعن طريق الكونكتد اوبجكتس اللي هي في مثالنا هذا اللي هو الكونكتد كار او السيارات المتصلة بالانترنت،
تقدر من خلالها تعمل سيموليشن للبيهيفير نتاع السائق وتطلع منها حتى مؤشرات ممكن تفيد حتى شركات التأمين حتى في تحديد سعر عقد التأمين لهذا السائق في المستقبل أو حاليا. كذلك عملية التراكينج أو معرفة أسباب أو تفسير بعض الحوادث المرور اللي مثلا أحيانا الأدوات التقليدية حتى لو كانت مثلا بعض الدول عندها بعض الأدوات لكن مرات ما زال ما تغطيش مثلا كاميرات المراقبة وغيرها، لكن لو كانت السيارة كونكتد كار فلا سمح الله إذا كان حصل حادث لهذه السيارة فالسيارة وكأنها أصبح عندها مثل الطائرة، عندها الصندوق الأسود اللي نقدر من خلاله نعرف الهيستوري متاع الرحلة بالكامل ونعرف كيف صار ونعرف حتى عملية البنش ولا عملية العقوبة لهذا السائق أو عملية إنصافه من شركة التأمين إذا كان هو مظلوم. فهذا مود أو نمط أو وجه من أوجه الرقمنة واللي هو حنربطه بعدين شنو علاقته بالأوبن ستريت ماب. فهذه مقدمة عامة حول تطرقت فيها إلى آلية أو استراتيجية تفعيل أوبن ستريت ماب مصر واللي قلنا تبدأ بتأسيس جمعية مصرية لخريطة الشارع المفتوحة، ثم تكلمنا على علاقة أو قصة التولز سبورت تولز للديجيتال ريبريزنتيشن، ثم وصلنا في الديجيتال توين وفسرنا علاقة البرمجيات اللازمة عشان نعمل موديليشن وسيموليشن، وقلنا ليه ما تقدرش تشتغل مهما كان عندك برمجيات ما تقدرش مش هتقدر تشتغل إذا كان ما عندكش مصدر للبيانات. الآن نجولي تجربة أوبن ستريت ماب في ليبيا بشكل سريع. عملنا شبه وكأن عملنا خارطة طريق للشارع المفتوحة في ليبيا اللي هي كانت في 6 مراحل. قلنا في المرحلة الأولى أنه المشروع كان يهدف إلى تجميع عدد من المتطوعين وإيجاد مشروع للتعاون بينهم. يختلف في هذه المرة عن النمط التقليدي والنمط الاعتيادي اللي الناس متعودة عليه في عمليات أو في مشاريع العمل التطوعي، عادة العمل التطوعي، وأنا ديما نقول فيها ونكرر فيها ونستعمل في هذا المثال، العمل التطوعي في المفهوم العام ممكن تكون ناس تساهم في حملة تطعيمات، ممكن تساهم في حملة توزيع مساعدات، ممكن تساهم في حملة أعمال مثلا إغاثة في بعض فيضانات أو بعض حرائق أو غيرها، ممكن الناس تساهم في حملة تشجير أو حملة نظافة. اليوم بعد مثلا مبادرة المهندس عمر سليم في بيم إريبيا اللي يوفر في محتوى عربي وشروحات في جميع الـ الـ البر أو جل البرمجيات المهمة اللي لها علاقة ب صناعة المجتمع المهني في الوطن العربي ودعم المتخصصين في مهنة أو صناعة الهندسة بشكل عام بتوفير دورات تدريبية وندوات علمية وملتقيات ومؤتمرات عبر الإنترنت بشكل مفتوح ومجاني وتطوعي. اللي هي بيم إريبي عندها حملة وفرت من خلالها عدد كم مهول وكم كبير جدا من المحاضرات ذات المحتوى الغني جدا اللي يأتي هذا في ضمن برنامج أو يأتي ضمن مفهوم يسمى بمفهوم الفولنتير فولنتير والعمل التطوعي اللي هو من أجل خلق قنوات أو فتح قنوات للتدفق المعرفي سهل الوصول ومجاني وبمحتوى ممتاز أو جودة عالية. فإحنا درنا نفس القصة في ليبيا، إن إحنا نفذنا حوالي أكثر من 17 ورشة عمل بمعدل حوالي 5 ساعات لكل ورشة عمل للتوعية التقنية والاجتماعية بمفهوم خريطة الشارع المفتوحة. فهذه التوعية كانت حول أهمية الجغرافيا الرقمية ودورها في التنمية المستدامة وتوعية المجتمع ومؤسساته بأهمية التدفق المعرفي من خلال مشاركة المعلومات وتبادلها بين الجهات العامة وطرح ما يمكن طرحه من لأنك ما تقدرش تجبر الجهة إن هي ما تشارك معاك البيانات كلها، يعني هي عندها تعريفات وعندها كلاسيفيكيشن
وعندها يعني تصنيف للبيانات اللي هي ممكن تكون بيانات تشغيلية، بيانات تشاركية، ممكن يكون بيانات حساسة، بيانات سرية. فهي فقط تاخذ اللاير او الشريحة اللي ممكن اعطاه الداتا ست او حزمة البيانات اللي ممكن تشاركها، واللي القانون بحكم الدستور في بعض الدول العربية، والآن موجود الآن مادة رقم تقريبا رقم 27 في مسودة، مقترح مسودة القانون الدستور الليبي الجديد، أنه في نقطة تضمن حق الإنسان في الوصول إلى البيانات التي صنفتها الجهات مالكة هذه البيانات كبيانات قابلة للمشاركة. يعني ما ينفعش أنك أنت تقولي والله عندي أنا بيانات قابلة للمشاركة وما تشاركهاش. إذا ما شاركتهاش فأنت ممكن معرض للمساءلة القانونية، لأن في حتى في القانون الليبي، في قانون رقم 4 لتنظيم إدارة المعلومات والبيانات، يعاقب حتى بالسجن بغرامة مالية كل من يمنع مشاركة بيانات صنفتها الدولة أن هي بيانات قابلة للمشاركة. فما تجينيش أنت مجرد عندك عقدة عدم المشاركة وتطبق هذه العقدة على الناس وعلى الجمهور وعلى اليوزرز وتحرمهم من بيانات أعطاهم فيها الدستور حق. فممكن أنا أتوقع بالذات مصر، لأن في حوالي 5 سنوات أنا نراقب في الوضع في مصر في عملية التحول الرقمي، صاير في مصر نهضة كبيرة، وصاير سمارت سيتي بيتكلموا عليها كثير، وموجودة مشاريع كثيرة للسمارت سيتي، مؤتمرات كبيرة وعالمية وذات جودة عالية جدا على التحول الرقمي والتكنولوجيا المعلومات. ف أنا ما شفتش مادة قانونية سواء كان في القانون المصري أو في الدستور المصري، لكن أنا يعني شبه متأكد إن هي موجودة، يعني حتكون موجودة. ممكن الأخوة الآن في مصر يزيدوا يتأكدوا من إن هو بحكم القانون وبحكم الدستور المصري أكيد فيه مادة تلزم الجهات المعنية بإدارة واستهلاك البيانات المكانية وغيرها، أو حتى البيانات غير المكانية، بقانونين بإلزامهم بمشاركة حزم بيانات معينة داخل إطار قانوني. فإحنا اتجهنا لبعض الجهات في ليبيا، صراحة لقينا عندهم كم كبير من البيانات، ولكن ما همش عارفين انهم هم لو ما شاركوش البيانات هذه يعاقبوا، وهم عرضة الى للمساءلة امام المجتمع وامام الدولة. فبعدها بدت يعني من خلال الحملة اللي تقودها الجمعية الليبية للاستشعار عن بعد ونظم معلومات جغرافية، بمشاركة مع خريطة الشارع المفتوحة في ليبيا، تم توعية ورفع الوعي التقني والاجتماعي للعديد من الجهات بأهمية الانتباه إلى مشاركة البيانات. ثم المرحلة الثانية هي مرحلة فنية بامتياز، حيث تتولد فيها شراكة على مستوى عالي لجهات الاختصاص ومؤسسات الدولة المعنية بالتخريط الوطني، سواء كانت منتجة للجغرافيا، خرائط الجغرافيا الرقمية، أو مستهلكة لها، بالتعاون مع الخبراء المحليين والدوليين للقيام بالآتي: رقم 1، إعداد مواصفة فنية ومعايير قياسية لقواعد وأصول التخريط الجغرافي الرقمي الحديث والمفتوح على المنصات الإلكترونية، ثم بناء هياكل بيانات، قواعد بيانات المدن وفق أحدث المعايير، والتي ستتم تغذيتها من منصة خريطة الشارع المفتوحة بشكل رئيسي، وغيرها من المصادر، رصد وتجميع البيانات المكانية بعد تحديد تعريف واضحة ومحددة لماهية البيانات المفتوحة أساسا. ما هي الأوبن ديتا أصلا؟ هذا الكلام حيتم فيه تعاون ما بين هذه الجهات اللي هي الجهات السيادية هذه اللي هي اجتمعت مع بعضها فيما يسمى في ليبيا بحاجة اسمها المجموعة العمل الليبية للتخريط الوطني الرقمي المفتوح، ليبيا ناشونال اوبن ديجيتال مابينج تاسك فورس. وهذه المجموعة تضم رؤساء الهيئات العامة والمصالح العمومية اللي لها علاقة بالتخريط، وهم الآن يجتمعوا بشكل دوري من أجل إعداد الأطر القانونية والإدارية اللي تنظم عمل منصات البيانات المفتوحة وتنظم علاقتها بالمجتمع ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تبني وتنسيق فيما يخص الأمور الفنية والمعايير القياسية. المرحلة الثالثة لخريطة أوبن ستريت ماب في ليبيا، أو في خارطة الطريق،
اللي احنا متبنينا عشان نفعله بشكل مثالي اوبن ستريت ماب في ليبيا بعد خلق تلك الشراكات بين تلك الجهات السياديه اللي هي من ضمنها الجامعات، ستتم مرحله ادخال البيانات. حيكون اوريدي عندنا، انجزنا المرحله الثانيه، حيكون عندنا اطار قانوني، ما فيش حاجه اسمها خوف من الجانب التحفظات تصنيف البيانات او امن البيانات او مشاركه البيانات. هذه القصه كلها حنطلع منها في المرحله الثانيه. حيكون عمل قانوني، عمل تحت مظله الدوله، تحت اشراف الجهات المعنيه بالامر، وما فيش تعدي على صلاحيات اي جهه على جهه اخرى، بالتنسيق جماعي وانسجام تام. حيكونوا يخلقون لنا القالب اللي حنبدو من خلاله، تكون عندنا البيئه مناسبه للبدء في عمليه ادخال البيانات. عملية إدخال البيانات بعد تجهيز القوالب الفنية اللازمة من مواصفات فنية ومعايير قياسية وأطر إدارية وقانونية، تبدأ بعدها مباشرة عملية إدخال البيانات على أساس علمي وقانوني مقنن للوصول إلى الغاية المنشودة، وهي تكوين وتوثيق وحماية الهوية الرقمية الجغرافية وبناء قواعد بيانات حديثة لجميع المدن الليبية وبالتكلفة الصفرية. ما فيش حاجة على خزينة الدولة، كل عمل تطوعي، كل فرونتيرز، وفي نفس الوقت تحت إشراف الدولة ومجانا عن طريق العمل الجيوتطوعي. ولما نقول الهدف من أوبن ستريت ماب، هذه نوقف تحتها شو، نوقف عندها شوية ونعمل تحتها خطين. إذا هذا هو التعريف، هذا هو الأوبجكتيف الرئيسي. لماذا أوبن ستريت ماب؟ أوبن ستريت ماب لتكوين وتوثيق وحماية الهوية الرقمية وبناء الهوية المكانية وبناء قواعد بيانات المدن لجميع المدن وبنفس المعايير وبنفس المواصفات وبنفس الكونسبت وبنفس المفهوم، عشان يصير حاجة اسمها التشغيل البيني، الانتروبرابيلتي. لأنك ما ينفعش أنك تعمل قاعدة بيانات بمواصفات وبمعايير وبأطر للقاهرة بشكل وللإسكندرية بشكل تاني، ما ينفعش، لأنك هادو المدينتين في دولة واحدة، حيصير بينهم تشغيل بيني. حتلقى بعدين هادو مشتغلين بمنتجات إزري، هادو مشتغلين أوبن سورس كيو جي إس، هادو مشتغلين بأدوات بنتلي غيرها. بعد لما تعمل ماتشنج أو تعمل لينك، تعمل انتر سيتي ما بينهم الاثنين، حتلقى العملية مش ماشية. فلازم يكون في مظلة موحدة عشان تخلق الهوية المكانية بطريقة مثالية وبطريقة علمية، باش تضمن التشغيلية في المستقبل. لأن أهم شيء في مواصفات النظام الرقمي قلنا السكيورتي، إنه يكون سكيورد، إنه يكون مستدام، إنه يكون انتربرابل، إنه هو قابل للتشغيل. ما ينفعش إنك تدي لي نظام فيري سكيورد وتدي لي نظام فيري ستيبل وما وهو غير قابل للتشغيل البيني، ما ينفعش. فاحنا نتكلم عليه الربط وخلق ديجيتال توين للدولة بالكامل، اللي هو يتكون صب ديجيتال توينز بعدين لكل مدينة بروحها. لكن بشكل عام انك لازم تخلق نظام إداري شامل، اللي 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 قلنا يبدأ من حجر الأساس او النواة بتاعه، اللي هو تكوين وتوثيق وحماية الهوية الرقمية والمكانية عبر المنصات الجغرافية الرقمية المفتوحة، باش تخلق عشان تخلق قواعد بيانات للمدن. ليش قلنا توثيق؟ ليش قلنا الهوية؟ الهوية الرقمية. الإنسان لو أخذنا الإنسان عند الهوية الاعتيادية الإدارية، مثلا عندك بطاقة تعريف، بطاقة شخصية، إثبات شخصي، هذا physical identity، نقدر من خلاله نعرف انك انت فلان. ممكن يكون عندك بالإضافة الى البطاقة بطاقة الشخصية، ممكن يكون عندك جواز سفر، ممكن يكون عندك بطاقة تعريف في العمل، ممكن يكون عندك بطاقة تعريف طالب، ممكن يكون عندك اي نوع من انواع البطاقات. بالمقابل لما نتكلم على الهوية الرقمية، انت عندك هوية رقمية ممكن تكون يونيك او مميزة او فريدة من نوعها، اللي هي ممكن يكون عندك كإنسان نربط بياناتك هذه كلها في قاعدة بيانات ترتبط مثلا بالرقم الوطني ليك، واللي هو رقم وحيد ليك انت فقط في الدولة اللي انت فيها.
وهذا الرقم ممكن يرتبط بباركود او كيو ار كود عشان نعمل له ريدنج فيما بعد ونعرف ان انت هذا مجرد ما نعمل فلاش سكان للكيو ار كود لفلان خلاص عرفنا قاعده البيانات المرتبطه بالشخص هذا بالكامل. هذا تمثيل رقمي او هويه رقميه ليك. ممكن يكون الهويه الرقميه ليك الريبرزنتيشن والتكوين متاعها توثيقها وتسجيلها ممكن تكون الدي ان اي. هذا الدي ان اي ممكن نحوله الى صيغه رقميه وممكن نتاكدوا منك في لحظه هل هو انت هذا هو الشخص المعني ام لا من خلال رقمنه الدي ان اي. ممكن بصمه الاصابع معروف ان احنا ناخذها بصمه على الاصبع بالحبر وتعمل لها سكان في الطريقه التقليديه القديمه وتدخل في داتابيز معينه يعملوا لها ايمج تريتمنت وبعدين تبدا قابل للاستقراء والاستعلام وتربط بملفك الشخصي. لكن الان ممكن تعمل ديجيتال برنت للفينجر وتاخذ منها بصمه الاصبع وتحولها الى بصمه رقميه للشخص وتربطها بقاعه البيانات وهذا التمثيل رقمي للهويه الرقميه للانسان. ممكن تكون بصمه العين فقلنا ممكن يكون الدي ان اي بصمه الاصبع بصمه العين. هذه كلها طرق لتحويل الهويه لكل شخص الى هويه رقميه. وانتم تعرفوا الان لما ذكرت هذه الانواع من الهويه الرقميه للانسان او هويه الانسان كلكم تعرفوا مدى الفوائد. يعني ما نقعدش نوضح في الواضحات هذه خلاص. يعني لما نحكي لك انك انت عندك اداره الكترونيه ورقميه مبنيه على احدث الوسائل في الادارات الرقميه اللي هي مثلا الموارد البشريه انك انت تتعامل مع البشر اللي معاك عن طريق الفينجر برينت ولا عن طريق الاي برينت ولا عن طريق الدي ان اي ولا غيرها. فكلكم تعرفوا الفوائد التي لا حصر لها من ادخال الرقمنه في قصه الهويه. نفس القصه كل مدينه او كل بيلت انفايرمنت ولا كل ناتشرال انفايرمنت ممكن من خلال الديجيتال ريبريزنتيشن ممكن تكون له هويه. فاذا الهويه الرقميه للمدينه مثلا هي معالمها شوارعها مبانيها سكانها حدائقها هذه كلها لما نحولها الى هويه رقميه تحتاج هذه الهويه الى التوثيق والحمايه والتحديث. فلما تجي مثلا على المنصات المفتوحه تلاقي مثلا تعمل زوم على القاهره في اوبن ستريت ماب ما تلاقيش المباني تلقى فقط صوره قمر صناعي مهما كان الريزوليوشن بتاعها عالي لكن هي غير قابل للاستقراء والاستعلام. هي مجرد صوره ميته هي مجرد راستر ما فيهاش فيكتور ما فيهاش سيمانتك ما فيهاش اتريبيوتس بالتالي ما فيهاش هويه رقميه ما فيهاش استعلام لا تستطيع ليست مرتبطه بقاعده بيانات القاهره مثلا او بمباني القاهره او بشوارع القاهره او بمنتجعاتها او بالبيئه الطبيعيه او بالنهر او بالنيل او بالمساحات الخضراء. ما فيش يعني مجرد تشوف في صور ممكن عن طريق الذكاء الاصطناعي او عن طريق الريموت سينسينج بعض المتخصصين اللي هم متخصصين في الجي اي اس والريموت سينسينج ممكن يبني مجسمات ونماذج يعرف من خلالها يعمل اوتو ديتكشن ويدير اكستراكشن يعمل اكستراكشن لبعض الفيتشرز ويكون منها بعض الاليمنتس رقميا اللي ممكن يستعملها في بناء بعض النماذج لعمل بعض السيموليشن. لكن الوضع الطبيعي الان اللي موجود احنا ما نتكلموش على الريموت سينسينج والايمج تريتمنت. احنا نتكلموا على مجرد ان عندك منصه مفتوحه توفر خريطه العالم بشكل كامل مثل اوبن ستريت ماب او غيرها من المنصات ولما تعمل زوم على الاريا اوف انترست مثلا القاهره وما تلاقيش الا صوره قمر صناعي فقط راستر ايمج. يعني هنا ما زالت الهويه تحتاج الى التوثيق. كيف نقوم بتوثيق الهويه هذه؟ نقوم بتوثيق الهويه الرقميه لمدينه القاهره على منصه خريطه الشارع المفتوحه بعمليه الديجيتايزنج انك انت تاخذ الادوات الايديتنج وتعمل عمليه رسم للفوت برنت للمباني بالكامل ولمكونات المدينه من فيتشرز ومن فرنتشر سيتي فرنتشر ومن بنى تحتية والطرق
مسطحات خضراء وغطاء نباتي ومسطحات مائية وغيرها، كلها يعني ترسمها رسم وتعطيها بعد ما تخلص كل جزء ترسمه تعطيه البيانات الوصفية. لما تعطيه البيانات الوصفية أنت هناك كونت الهوية الرقمية لهذا والمكانية لهذا الجزء من العالم، وهذا الجزء أصبح جزء فنيا وتقنيا وهندسيا يصبح جاهز لتوليد أشكال متجهية وعناصر متجهية تبدأ من النقطة إلى الخط إلى المضلع إلى المساحة، وثم تنتقل إلى توليد مجسمات ثلاثية الأبعاد 3 دي سيتي موديل. و3 دي سيتي موديل ممكن تتطور تشتغل فيه أكثر وتحوله من إلى مستويات مختلفة اللي هو ما يعرف بالليفل أوف ديتيلز في 3 دي سيتي موديل. عندك ليفل 0 ليفل 1 ليفل 2، مثلا اذا كان اعطيتني مثلا 2 دي انت اعطيتني ليفل 0 اللي هو اعطيتني 3 دي مجرد بلوكس بدون نوافذ وبدون تكستشر لواجهات المباني وبدون نوع السقف، اذا انت اعطيتني ليفل 1. اذا كان اعطيتني الاشياء اللي انا ذكرتها الان، اعطيتني فتحات الشبابيك وانواع التكستشر والسقف وغيرها، انت اعطيتني ليفل 2. إذا كان أعطيتني الانتيريور ديزاين أنت أعطيتني ليفل 3 وهكذا ليفل 4 وكذا. فانطلاقا فقط من أنك أنت تكون الهوية الرقمية وترسم الأجسام والأشكال الفوت برنت للشقة للمباني والمحتويات للمدينة، أنت في هذه المرحلة كونت الهوية الرقمية اللي تبنى عليها توصل بعدين أن توصلك إلى الديجيتال توين. وكذلك حماية الهوية الرقمية، أنك أنت متابعة الخريطة المفتوحة أو الأوبن ديتا أو الأوبن ستريت ماب مصر عن طريق جمعية علمية مصرية مسجلة رسميا في الدولة المصرية، سيشكل حماية للهوية الرقمية للمدن المصرية. ما ينفعش يجي أي واحد على المنصة المفتوحة ويغير اسم شارع رئيسي كما أو يغير شكل مبنى، أو سواء كان بالخطأ أو بالعبث أو بالتخريب قصد أو بدون قصد. فلما تكون في جمعية مصرية للتخريط الوطني الرقمي المفتوح أو جمعية علمية مصرية للخريطة الشارع المفتوحة في مصر، حيكون فيها أساليب وفي طريقة معينة موفرتها الأوبن ستريت ماب فاونديشن للكواليتي كنترول والكواليتي أشورنس عشان تعمل حماية للهوية الرقمية والمكانية مكونات المدينة المصرية. لو سمحت بس نعم دكتور، نعم احنا الشاشة عندنا ظاهرة عبارة عن شريحتين في نفس الوقت، فهل ممكن حضرتك بس تعمل شريحة واحدة فيهم؟ أيوة، أو تعمل إظهار ليها كلها؟ الآن هل هي واضحة الآن؟ كده واضحة، وفي في الجنب، هل ممكن تملى الشاشة؟ ما فهمتكش يا اخي عمر. حضرتك ممكن تعمل ملء الشاشة فول سكرين بحيث إنها تبقى كبيرة، اوكي هي كده لحظة أفضل لحظة. من الأول، كده أفضل من الأول. انا لو عملت مود لل السلايد عملت شو؟ المود بتاع دبل لا سكرين، لا لا، الأول كان أحسن. ماشي يا دكتور. انا ممكن بس نعمل هذه، نحاول محاولة أخرى وكده. لا كده ظهر شريحة صغيرة خالص، ممكن ماشي نخليها زي ماشي الأول اللي هي العادي. أنا أعتذر أخي عمر، اليوم اللقاء هو يفترض أنه يكون أنا ممكن أسهبت في الكلام وطولت في الحديث يعني. أنا مستمتع جدا، يعني خلط البيم بالجاي اس مع السمارت سيتي ده، أنا مستمتع جدا. فأنا نعتذر منكم جميعا إذا كان أنا لا لا ممكن لا، كلامك دكتور. أوكي. فنحاول بقدر الإمكان أن نسرع شوية عشان احتراما لوقت الأخوة الحضور، اللي نشكرهم صراحة لتلبيتهم الدعوة وحضورهم معنا في هذا اليوم. ولكن صراحة يعني اليوم هو خلط ما بين التوعية التقنية والفنية والاجتماعية وتوضيح بعض المفاهيم الأساسية، فتلقى الموضوع كبير، وعشان تلمه مع بعضه يعني تلقى نفسك أحيانا شوية بت difficult يعني.
فاستمر فقلت ان انا توثيق الهوية الرقمية وحمايتها مش هينفع الا ان الاخوة في مصر سواء كان من المتطوعين او من الجهات العامة او القطاع الخاص وجميع الجهات تتعاون مع بعضها من اجل تكوين وتوثيق وحماية الهوية الرقمية للمدن المصرية تحت اشراف الدولة المصرية. و صراحة يعني اسمحوا لي في هذه الكلمة، مصر ما ينفعش إلا أن هي تكون في المقدمة. مصر دائما عندها مكان هو المقدمة، يعني ما ينفعش أن مصر تكون في آخر الركب. وهذه أنا صراحة ممكن تكون مستفزة شوية مع احترامي لجميع الأخوة من مصر، ولكن أنا أناشد فيهم المصري اللي بني الأهرامات والمصري اللي بني الحضارة والمصري اللي ربى أجيال في ليبيا. كل الناس المهندسين والدكاترة ما فيش نتحدى أي ليبي يقول لي إن هو يوما ما كانش في العلم، يعني سواء كان في جميع المراحل في الابتدائي الثانوي اعدادي جامعي ما كانش واحد من اساتذتنا من مصر. فمصر لها فضل على الامه العربيه ولها فضل علينا احنا في ليبيا في 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 التعليم والعلم والتدفق المعرفي. فانا زعلان جدا صراحه ان نشوف الدوله الان في مصر حوالي 4 أو 5 سنوات دايره شغل كبير جدا في المدن الذكيه ودايرة شغل كبير جدا في التحول الرقمي وفي تقنية المعلومات، ولكن أنا زعلان أن أوبن ستريت ماب في مصر لم يفعل بعد. فما ينفعش مصر زي ما قلت، يعني هذه حقيقة علمية بالنسبة لنا وثابت من الثوابت، مصر ما ينفعش إلا أن هي تكون في المقدمة. فنتمنى أن من الأخوة في مصر ياخذوا الموضوع على محمل الجد. أنا أؤكد 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 ومستعد لمناقشة أي شخص إن نثبت له إن أوبن ستريت ماب والكراود سورسينج وبناء قواعد البيانات المكانية اللي تدعم البنية التحتية للبيانات المكانية في أي مكان في العالم مفتاحه هو أوبن ستريت ماب. وأنا مستعد لمناقشة وإقناع أي شخص ليس تعلقا مني بأوبن ستريت ماب، وأنا لا أنا شخص لا لا صراحة يعني لا ليس لست من عبدة الماركات ولا من عبدة المفاهيم، ولا أنا إنسان باحث أكاديمي في هذا المجال، وحضرت مجموعة كبيرة من الفعاليات والتجارب اللي أثبتت فعلا واللي شفت من خلالها فعلا أنك أنت تعمل هو ما هو السمارت أصلا، الذكاء أنك أنت تعمل الماكسيموم بالمينيموم، تستخدم المينيموم من الموارد عشان تحقق الماكسيمم من الفوائد، وهذا هو الذكاء. يعني انت تخلق في بنية تحتية للبيانات المكانية للدولة بالكامل تحت اشراف الدولة بالقيمة الصفرية، 0 جنيه مصري، مش هيكلفك ولا حاجة. انت مستني ايه؟ وتعرفوا كلكم لما توفر هذا المصدر للبيانات الخام كيف حيتم الانتعاش في دعم الايكو سيستم في الصناعة الرقمية. يجيك أي شاب من الشباب حتى الهوات اللي هو هاوي يطور تطبيق معين لخدمة معينة ويستعمل البيانات اللي موجودة في أوبن ستريت ماب لدعم التطبيق اللي هو صنعه، وممكن هذا الإنسان يكسب عيشه أو يكسب المال أو يجني المال من خلال الإيكو سيستم أو البزنس موديل اللي هو صنعه اللي هو يعتمد على اوبن ستريت ماب. اذا انت مش فقط وفرت اداه للسيموليشن او مصدر البيانات، انت خلقت حتى فرصه للانتعاش في النظام الاقتصادي اللي هو النظام الاقتصادي الجديد اللي هو 99.9% هو رقمي، رقمي بامتياز. اي موضوع تعمله في الرقمنه هو ناجح، اي بزنس تعمله ليه علاقه بالرقمنه هو ناجح. فنتمنى من الأخوة في مصر صراحة أن يأخذوا الموضوع على محمل الجد. وأنا صراحة عندنا وعود كثيرة من بعض الأساتذة الأفاضل زي المهندس عمر والمهندس شريف والمهندس هشام وأستاذي الفاضل الدكتور هاني أبو العلا، اللي أنا صراحة مقصر في حقه
انا كنت المفروض نتواصل معاه اكثر، وهو يعني بالمناسبه هو عضو اللجنه العلميه معنا في مؤتمر العلمي للمدن الذكيه للاسبوع القادم ان شاء الله، واللي ممكن بعد المقابله هذه مباشره حنتواصل ونتصل به دكتور هاني ابو العلا، ونحاول بقدر الامكان ان باسرع وقت ان مصر تتفاعل خريطه الشارع المفتوحه. فبعد قلنا ادخال هذه البيانات عن طريق تكوين الفرق بالمدن، لازم يكون في كل مدينه حاولوا بقدر الامكان نديروا توعيه ونقنعوا ناس او شباب معينين باهميه المشاركه في هذا العمل الوطني. بتكون فرق في كل مدينه، وكل كل فريق يتجمع في غرفه بتاع واتساب، ويكون عندكم تعملوا ويب سايت وتعملوا فيسبوك بيج وفيسبوك جروب، وتستفيدوا من السوشيال ميديا باقصى شكل يعني بقدر الامكان انك تصنعوا كوميونتي او مجتمع من المتطوعين والمتعاونين اللي ممكن يفيدوا الخريطه ويبدوا في عمليه ادخال البيانات. طبعا هذا المتطوعين متطلب منهم شيء واحد بس، يعني باش يشاركوا في عمليه انتاج البنيه التحتيه لمدنهم، فقط مطلوب منا الالتزام بالامانه والدقه والايمان بروح العمل الجيو تطوعي والاحترام المتبادل بين الفرق على مستوى وطني يضم مشاركين من جميع انحاء البلد، ويعمل على ضبط معايير ومواصفات هذه الخريطه والاحترام بالمواصفات والمعايير اللازمه. ثم ادخال البيانات عن طريق تكوين الشراكه مع المؤسسات التعليميه، اللي هو احنا الان المرحله الثالثه يقولنا هي عمليه توثيق وحمايه الهويه المكانيه والرقميه للمدن، اللي هي عن طريق ادخال البيانات عن طريق فرق المدن او عن طريق الجامعات. الجامعات ممكن تاخذ قصه اوبن ستريت ماب تدرسها وتتبناها وتدخلها في مناهج التعليميه او مقررات عشان تصبح جزء يعني الانسان الطالب اللي يدرس في تخصص له علاقه بهالموضوع يقدر يعمل از اساينمنت ليه او كعمل او كاكسرسايز ليه، يدخل قريه معينه او مدينه معينه وحيستفيد علميا، لان الاوبن ستريت ماب ممكن تمشي به من 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 من, من البيزكس العاديه انك تعمل فيكتورايزيشن وتدخل بوينت لاين بوليجون وترسم الخريطه وتطلع الشيب فايل وكذا الى مرحلة متقدمة جدا اللي هي مرحلة الارتفيشال انتليجنس. يعني الارتفيشال انتليجنس تقدر انت من خلال تطبيقات او من خلال الافكار اللي موجودة واللي ممكن تطبيقها على اوبن ستريت ماب او بالاستفادة من اوبن ستريت ماب، ممكن يكون حتى الباحثين والاكاديميين حتى اللي في مستوى الدكتوراه ولا حتى في البوست دوك ولا حتى في من 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 ابتدائي الى دكتوراه، فيه مواضيع بحثية وفيه شغل علمي ممكن اي انسان يلقى فرصة ممتازة جدا لتعلم الكثير وتطوير نفسه الكثير من خلال استعمال أوبن ستريت ماب. المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة التدقيق والمراجعة وضبط الجودة، وهذه طبعا يبرز طبعا من خلال مخرجات المرحلة الثالثة اللي مرحلة الإدخال البيانات، حيكون حيبان عليك من هم الناس النشطين واللي هم عندهم كفاءة واللي هم قاموا بأكبر كميات من الإدخال، حيبانوا أنهم هم ناس ممكن يجرى لهم تدريب خاص كفيريفاير كفيريفاير كمدققين وكفاليديترز، والناس هادو بعدين ممكن يكونوا نعملوا لهم اساينمنت عن طريق الهيومانيتيريان اوبن ستريت ماب في عمليه اسمها التاسك مانجر في موقع معين حنوريه لكم فيما بعد. الناس هادو حيكونوا هم مسؤولين تطوعا ولكن تحت اشراف المؤسسه العالميه والجمعيه المحليه اللي هي جمعيه خريطه الشارع المفتوحه في مصر، حيكونوا هادو الناس مسؤولين على ضبط الجوده والكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس. هذه في المرحله الرابعه. المرحله الخامسه اللي هي ممكن بعد ما تجهز الخريطه ويتم ادخال البيانات ومراجعتها وضمان الجوده لها، ممكن تبدا تخلق بزنس موديل للناس، وتكون الجمعيه المصريه لخريطه الشارع المفتوحه وصلت لدرجه من الـ من الـ من الكفاءه ومن من العلم ان هي تقدر تعطي دعم لكل من له رغبه او عنده فكره مشروع عايز يعمل بزنس موديل يعتمد على الاوبن ستريت ماب. ممكن الجمعيه المصريه لخريطه الشارع المفتوحه تقدم له الدعم اللازم مجانا عشان يطور البزنس موديل بتاعها ويربح به حتى في الايكو سيستم ويربح به اموال داخل نطاق الناشونال انوفيشن سيستم، داخل نطاق
دعم التطور او الابتكار او نظام الابتكار الوطني في مصر او في اي دولة عربية. دعم الافراد والمؤسسات العامة ومساعدتهم في تنمية وتطوير وتطبيقاتهم ومشاريعهم الربحية والغير ربحية التي تستخدم خريطة الشارع المفتوحة كخريطة اساس. اوبن ستريت ماب سيرفيسز، هذا مهم جدا جدا، لان انتم عارفين جل التطبيقات او البرمجيات او المواقع تحتاج الى جيولوكاليزيشن سيرفيسز، والجيولوكاليزيشن سيرفيسز هذه المجاني منها هو اوبن ستريت ماب، وفي نفس الوقت في جوده وفيها. المرحله السادسه عمليه تنميه وتطوير المجتمع من خلال بناء الكوادر الفنيه وفتح افاق البحث العلمي في هذا المجال لتلبيه متطلبات سوق العمل من خلال الاتي، اللي هو الدور ممكن تقوم به الجمعيه المصريه لخريطه الشارع المفتوحه، ان هي تشجع وتدفع في اتجاه افتتاح اقسام جديده للهندسه الجيوماتيكيه في مصر والتعريف بهذا التخصص الحديث والذي يلقى اهتماما كبيرا في الدول المتقدمه لما له من اهميه كبرى في تهيئه الارضيه للتحول الرقمي وانترنت الاشياء ومفهوم المدن الذكيه لتحقيق التنميه المستدامه ومواكبه عصر الثوره الصناعيه الرابعه، والتي تتمحور حول دمج الرقمنه في الحياه اليوميه للبشر لتسهيل الخدمات للبشر وتحسين جوده حياتهم. ويعتبر المهندسين الجيوماتيكيين من اصحاب المهن المستدامه والفريده، وهي من المهن البينيه تقع بين الاحصاء والاي تي والمهندسه المدنيه والجغرافيا، فهي مهنه تقاطعيه تجمع تقاطعات مهن مختلفه. وزي ما تعرفوا انتم في مهن في سبيلها للانقراض. الدراسات تقول ان المهندسين الجيوماتيكيين احد المهن اللي هي حتستمر باذن الله، فهذا خيار يعني ممتاز حتى للشباب اللي كيف داخلين الجامعات وغيرها، انهم ننصحوهم صراحه انه يتخصصوا في الجيوماتكس لما لها من اهميه قصوى في صناعه حجر الاساس لفكره او توفير خرائط الاساس اللي هي حتعتمد عليها كل شيء من انترنت الاشياء ومدن ذكيه وغيرها، لأنها تقع بين علوم مختلفة مثل المعمارة والجيولوجيا والجغرافيا وهندسة الحاسب والرياضيات والإحصاء والفلك والاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وغيرها. تنمية وتطوير المجتمع من خلال تنظيم الصالونات العلمية، هذا أحد الأهداف اللي ممكن يوضع في القانون الأساسي لخريطة الشارع المفتوحة في مصر، هو تنمية وتطوير المجتمع من خلال تنظيم الصالونات العلمية والمعارض والندوات والمؤتمرات وورش العمل، زي ورش العمل اللي احنا اليوم فيها عن طريق خريطة الشارع المفتوحة في ليبيا والجمعية الليبية للشعار عن بعد. هذا أحد الفوائد والثمار أو الخدمات اللي ممكن تقدمها خريطة الشارع المفتوحة في مصر إن شاء الله في المستقبل القريب. أهمية تطبيقات خريطة الشارع المفتوحة لتوفير نوع من التدفق المعرفي وإضفاء الديناميكية والاستمرارية في التواصل في المجتمع ومؤسساته المدنية والحكومية. So it's all about الإنسان، حول الإنسان واستعماله ومشاركته عن طريق المواطنة الفاعلة في صنع وبناء الأوبن سورس والأوبن ديتا. ليش الكلام هذا؟ ليش لماذا نحن نسعى لأن الإنسان نعمل له التوعية عشان يكون إنسان فاعل ويشارك في صنع البيانات المصادر المفتوحة والتطبيقات المفتوحة والبيانات المفتوحة؟ لأن الكراود سورسينج هو valuable، عنده قيمة كبيرة، وبالذات لما يكون عنده global management system عن طريق الجهات السيادية في الدولة، وعنده benefits كبيرة جدا جدا لما يكون كل stakeholders تشارك في صناعة أو تبني مواصفات قياسية وفق المعايير العالمية اللي تنظم هذه الصناعة في تلك الدولة، وكذلك يكون يحترم القوانين المحلية لتلك الدولة، وتكون الدولة تتبنى المشروع وتوفر له الإطار القانوني المناسب والبيئة القانونية المناسبة أنه يقدر يشتغل من خلالها الكراود سورسينج. إذا كانت توفرت كل الأشياء هذه معناها إحنا that's why we need to adapt أو adopt crowd sourcing. فالبنفتس هي أن يكون عندك unified management system للكراود سورسينج، وبعد يكون عندك digital national base maps، ويكون عندك هاي كواليتي داتا، مخازن للداتا تكون جودتها عاليه جدا، وتكون عندك سيتي ديجيتال ايدنتيتي اللي تكلمنا عليها، ان هو عندك وفرت صناعه الهويه الرقميه للمدينه والهويه المكانيه، وكذلك قدرت عملت انيبلينج لمفهوم الانترنت اوف ثينجز وسمارت سيتي، ووفرت سبورت
سيستم او وفرت عمليه نظام دعم للتخطيط العمراني اللي هو سبورت اوربن بلاننج سيستم اند تولز، ووفرت اوبن ديجيتال سبيشال داتا انفراستراكشر، وعملت امبروف للبيز ماب، وكذلك عملت انهانسمنت للماب بيزد ويب سيرفيسز. الهيستوري طبعا ممكن من خلال جوجل تشوفوا، اي واحد بكل بساطه يشوف الهيستوري بتاع اوبن ستريت ماب، ما نبيش نضيع فيها وقت كثير. الاوبن ستريت ماب باختصار انك انت تدخل على openstreetmap.org وتعمل اكاونت، وانت في هذه الحاله بديت تشارك في صناعه الكراود سورسينج وسبيشال داتا في مكانك او في اي مكان في العالم. وممكن اللي يحتاج الى معلومات اكثر يدخل الى ويكي ماب وويكي اوبن ستريت ماب ويلقى معلومات اكثر، وهي منصه توفر خريطه للعالم بالكامل كقواعد بيانات للعالم بالكامل وكمبليتلي يوزر كونتريبيوتد، هي تم تكوينها وبنائها بالكامل عن طريق الكونتريبيوترز والمتطوعين، وهي بيزيكلي unrestricted use، ما فيش عليها قيود بالنسبة للاستعمال، ففي أريحية كبيرة، ما فيش مصاريف، ما فيش رسوم، ما فيش أي حاجة، أنت تقدر تاخذ من هذا المصدر المستدام والمستقر والمضمون حتى من ناحية الجودة بإذن الله. طبعا هي حتكون ممكن تعمل trip routing، الأشياء اللي ممكن تعملها بالستريت ماب، ممكن تعمل يعني عن طريق تعمل ريكورد للتراس لل 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 للتريب عن طريق الجي بي اس اللي فقط موجود حتى في الهاتف او موجود في التول اللي انت قاعد تعمل من خلالها في مابينج عن طريق مفهوم سمارت مابينج. ممكن تعمل اوفلاين سمارت فون اكسس عن طريق اوبن ستريت ماب. ممكن تعمل ستور ماب في الهاند هيلد جي بي اس، وكذلك ممكن تعمل كستمايزيشن للماب تايلز وتبني نظام متقدم جدا لدعم الويب بخرائط محدثة أو حديثة. يعني هو يتمحور حول جمع بيانات الطرق والمباني البيلت انفايرمنت والناتشرال انفايرمنت والفيجيتيشن وكل ما نشوفه فيه في الفيزيكال وورد اللي محيط بنا، ممكن نعمله له ريبريزنتيشن عن طريق الفيكتورز ونحولوه من راستر الى اتربيوتس وفيكتورز، تجمع في انتجريتد داتابيز اللي لها استعمالات كبيره جدا وفوائد كبيره. فقلنا اللوكيشن ميك ديفرنس، هو المكان هو الذي يصنع الفارق، والمكان وعلم المكان والهوية المكانية مهمة جدا جدا لجميع الصناعات وجميع القطاعات، وعلى رأسها عملية النافيجيشن، انك تدعم ابسط الامثلة او ابسط الاشياء انك تنتقل من نقطة A الى نقطة B، فما تقدرش تعمل في المود اللي نشوف فيه اليوم في المدن اللي اصبحت تتسارع في التوسع والبناء والتضخم. أصبح الإنسان حتى الناس أصبحوا في بعض الناس حتى من سكان المدينة نفسها بسرعة البناء والتشييد أحيانا يحتاج أنه هو يستعمل real time monitoring عشان يعرف في الوقت الحقيقي اللي هو فيه أفضل الطرق عشان ينتقل من نقطة A للنقطة B باستخدام تطبيقات الرقمية، حتى لو يعرف جميع الشوارع ويعرف هو ابن تلك المدينة ويفهمها ويعلمها جيدا، وهو غير محتاج أن يعرف كيفية الانتقال من نقطة A للنقطة B، ولكن نظرا للازدحامات نظرا لغيرها فهو عشان يوفر وقت ممكن يستعمل تطبيقات النافيجيشن عن طريق الجي بي اس عن طريق تطبيقات الهواتف عشان يعطيه خيارات ثلاث أربع طرق أفضل يختار هو أفضل مسار منها عشان ينتقل من نقطة A للنقطة B. فسو المكان هو أو بناء الهوية المكانية فهو أساسي جدا جدا جدا، ونبدأها في أهم الأشياء اللي هو تنقلنا اليومي يعني. فالتشالنجز أنا أعتذر أن هي السلايد هذه، نحاول سوري أن هي نحاول على الأقل يعني نحاول أن التشالنجز أن هي الأمور المتداخلة هذه كلها في بعض أن ننظمها ونحولها إلى شيء ممكن نتعامل معها. فشوف التشالنجز الرئيسية
أخي عمر، واضحة ال ايوه دكتور، واضحة الشريحة. تمام. الأهم تشالنجز إنك أنت تعمل كولابوريشن ما بين الجهات وما بين الأفراد وما بين المتطوعين وما بين هيئات الدولة ومؤسساتها. هذا تشالنج كبير جدا، لأنك أنت أول ما تروح لأي جهة أبسط شيء يقول لك أنت مين؟ أنا مين؟ أنا متطوع عايز أحيي خريطة مصر عشان نبني الهوية الرقمية لي. فبتدخل في الأمور الروتينية والإدارية والبيروقراطية، وقصة حزينة ومش حتنتهي، لأن احنا مازال في الوطن العربي بالذات عندنا عقدة الأوبن ديتا. فقول له يا أخي ما تخافش، أنت مش عايزينك تعطينا بيانات، ما تعطيناش بيانات، أنت ما تعطيناش بيانات، خلي بياناتك عندك، احنا حنبني لك بيانات وحنجيبها لك لعندك، بس عايزينك تكون معانا شريك عشان تحكي لنا شن هي مواصفات البيانات اللي أنت تحتاج لها، عشان احنا مشتغلين ندخل بيانات على الخريطة بناء على المواصفات اللي انت حتحتاج لها. فهو احيانا ما يعطيكش فرصة حتى تكمل كلامك وتحكي له انك انت جاي تعرض عليه في تقدم له في خدمة، انت تقدم له في خدمة وفي مجانية وخدمة مجانية. فهو بمجرد انت تحكي له اوبن ديتا يقول لك لا، انا ما نقدرش نعطيكم بياناتي لان بياناتي عندها خصوصية امنية او خصوصية او استثمار او ملكيه، او انا عملت فيها خسرت فيها مبالغ عشان كونتها، فانا مش حنعطيك. يا سيدي بارك الله فيك، شكر الله وسعيكم، احنا مش عايزين منك تعطينا بيانات، احنا عايزينك تقول لنا احنا حنصنع بيانات، حنصنع قواعد بيانات، وحنعمل ديجيتايزيشن للمدن، وعايزينك انت كتسجيل عقاري ولا تخطيط عمراني ولا مصلحه مساحه حتستعملوا فيما بعد البيانات اللي احنا حننتجها، عايزينكم بس تتعاونوا معانا وتكونوا ضمن الفريق او ضمن يكون في كولابوريشن، عشان لما نشتغل شيء يكون فيه انت مقابل للتشغيل، ما نشتغلوش الشغل ونكتشفه بعد ما نخلصوه انه هو بيانات يعني ما لهاش لازمه، عشان احنا ما خدناش راي الجهات اللي محتاجه للتستهلك او للمستهلكين لهذه البيانات. سو اكبر تشالنج هو انك تعمل كولابوريشن وتعمل وتوصل الصوره للناس للشركاء. ثاني شيء اللي هو، وهذا طبعا بسبب الاويرنس والوعي، والتشالنج اللي هو ضبط الجودة، والتشالنج الثاني اللي هو عملية ستاندرايزيشن، والتشالنج اللي هو عبارة عن تريننج انك انت لازم تدرب الناس، وهذا يحتاج الى وقت وصبر. كذلك انك انت تحافظ على الفولنتيرز مومنتوم، الناس في بداية المشروع احيانا تحكي لهم الفكرة تعجبهم، يتعلقوا بالموضوع مباشرة ويبدوا يشتغلوا معاك، ثم ينفضوا من حولك. علاش؟ لأنك لازم تتبع استراتيجية معينة وسياسة معينة وفكر معين للتشجيع والمحافظة على المومنتم، على حفظ محافظة على هذا الزخم. وانس ان الناس جوا بدون معاك، ما تخليش عندهم نقاط سوداء في الموضوع، لازم الموضوع يكون شفاف ويكون كلير جدا جدا عندهم، يوصلوا لدرجة من الفهم ودرجة من الوعي به انهم هم ما عادش ينسحبوا منه. يفترض انك تحافظ على الفولنتيرز اللي معاك عن طريق انك انت تحسسهم ان الشيء هذا عملي، وانك انت تحسسهم انك انت مستعد للاجابه على اي سؤال هم يطرحوه، وتحسسهم انك انت دائما عندك جديد ودائما فيه موفمنت، فيه فايبريشن في المشروع. فهذا الشيء تحدي كبير انك تحافظ على، يعني انت وصلت اقنعت الناس لكن ما وصلتش انك تحافظ عليهم يستمروا معاك. هذا تحدي كبير. التحدي الثاني اللي هو تقني او فني او عملي، اللي هو بعض الدول العربية من ضمنهم ليبيا، واعتقد حتى مصر في بعض المدن، غياب العنونة البريدية. العنونة البريدية مشكلة كبيرة وتحدي امام اوبن ستريت ماب. كذلك غياب الناشونال سبيشال داتا انفراستراكشر، واللي هو حتصير عملية عكسية الان، هو الان تحدي ولكن حيصبح احد الاهداف اللي ممكن اوبن ستريت ماب مصر تساهم في دعم صناعة مشروع أو دعم مشروع البنى التحتية للبيانات المكانية في مصر. وهذا مشروع مهم في كل دولة عندها ناشونال سبيشال داتا انفراستراكشر، ومنضوع على رأس مصر أعتقد ماشي فيه مشوار كويس، فممكن يكون الأوبن ستريت ماب هو داعم من داعمين البنى التحتية الوطنية للبيانات المكانية. طبعا ننتقل بعدها للمواصفات. المواصفات باختصار في المجمع الدولي للبيانات المكانية المفتوحة اللي هو الاو جي سي، اوبن جي سبيشال كونسورشيوم، وهذا اللي هو نعتمد عليه احنا في عملية تبني المواصفات القياسية وغيرها.
طبعا المشاركة، كيف تتم المشاركة؟ المشاركة تتم عن طريق أفراد، ممكن كل فرد يشارك منفرد، يعمل أكاونت في openstreetmap.org ويبدأ يعمل في عملية المابينج، وممكن يشارك عن طريق التواصل مع المجتمع من المتطوعين اللي هو في المنطقة اللي هو موجود فيها، ويعملوا جلسات اسمها المابثون، اللي هو جلسات coordinated mapping events، يلم يعملوا جلسات يلتقوا فيها مع بعض ويحكوا فيها على التخريط وعلى الديجيتايزنج، ويبدوا مع بعض يستهدفوا مدينة أو قرية معينة أو شارع معين، ويعملوا لها تخريط في ذلك اليوم أو في ذلك اللقاء. هذا يكون فيه نوع من الرابط الاجتماعي والمهني ما بين المتطوعين، وهذا طبعا الكونسبت موجود في الأوبن ستريت ماب فاونديشن. الأدوات اللي يتم من خلالها التخريط طبعا هي الإديترز، اللي تدخل أنت على openstreetmap.org، تعمل أكاونت، تبدأ في عملية الإديتنج. أمامك خيارين، يا إما تستعمل اي دي ويب بيزد أوبن ستريت ماب إديتور، ولا تستعمل جيسون. هادو حنخصص وأنا مهندس عمر بإذن الله فيما لاحقا إن شاء الله، بالتعاون مع البيم أريبيا وأوبن ستريت ماب إيجيبت إن شاء الله، حنخصصوا جلسات حتكون تقنية وعملية، تدريب مباشرة على الإديتورز هذه اللي هو الاي دي إديتور والجيسوم. ممكن هذاك الوقت احنا اوريدي معناها اجتزنا مرحلة التوعية ومرحلة التعريف ومرحلة الأهمية اللي لأوبن ستريت ماب. فممكن في المستقبل مهندس عمر إن شاء الله نعمل مع بعض بالمشاركة مع بعض الخبراء اللي يجوا معنا إن شاء الله من حتى بعض الدول الثانية، حتى ممكن السيد جيفري كاتريجا ممكن، واللي بالمناسبة المهندس عمر إن شاء الله الأسبوع هذا تقريبا يوم الثلاثاء حيكون عندنا جلسة مع الانترناشونال فاونديشن لأوبن ستريت ماب بخصوص التاسك مانجر، وممكن المهندس عمر هو حيمثل إن شاء الله مصر في هذا اللقاء. بعدها ممكن نطلبه من جيفري كاتريجا انه يعمل تكنيكال تريننج، او دكتور احمد حموده او واحد من الشباب اللي ممكن يقدموا تدريب خاص في عمليه الاوبن ستريت ماب اديتورز. سو باختصار ان يعني ممكن نعمل مقارنه بدون ذكر اسماء عشان نعملوا ديستينكشن او نعملوا اظهار وتوضيح بمقارنه اوبن ستريت ماب ببعض البلاتفورمز الثانيين. فلما نقارن اوبن ستريت ماب ببعض معلش يا باشمهندس محمد بهليل، انت قاعد راك ترسم على البرزنتيشن، الله يبارك فيك. عند مقارنه اوبن ستريت ماب ببعض البلاتفورمز الثانيين، حتلاقي ان البلاتفورم التانيين اللي انت تستعمل فيهم اوبن تستعمل فيهم اللي تشترك في المابينج عندهم، ففي الخلاصه يعني في النهايه تلقاهم هم they track you، يعني هم يتبعوا فيك. اوبن ستريت ماب نو، اوبن ستريت ماب دونت تراك يوزرز. هذا المين فارق يعني. وبعدين الاكسبورتنج للارج ماب سيجمنتس it's very difficult في البلاتفورم الثانيين، بينما في اوبن ستريت ماب it's easy انك تعمل export للارج سيجمنت للخريطة. الخرائط المنصات الاخرى لا تستطيع ان تستعملهم اوفلاين، ولا تستطيع ان تعملهم على سمارت فون بدون انترنت كونكشن، ولا تستطيع المنصات الاخرى خلاف اوبن ستريت ماب لا تستطيع تخزين الخريطة على الجي بي اس، وما تقدرش تعمل عندهم كوستمايزد تايلز، بينما في الاوبن ستريت ماب حنوريكم فيما بعد، نقدروا في ان شاء الله في الحلقات الجاية اللي واحد تكون فيها تدريب عملي، انك تقدر تعمل كوستمايزد تايلز للزون اوف انترست، وتدير تعمل ديفينيشن لبروجكت معين. مثلا تاخذ مشروع لمدينة معينة في مصر وتعمل له الكونتور او الحدود متاعها، وبعدين تقسمها الى مربعات متساويه، مثلا نقول 1 كيلومتر مربع او نص كيلومتر مربع وغيره، وتعمل كول فور مابرز وتقول لهم يلا خلينا نعمل مع بعض تخريط
التايل رقم 100 مثلا او رقم 101، فتلاقي معاك مجموعه تشتغل على التايل هذا مثلا، وبعدين انت تسهل لك عمليه الفاليديشن وعمليه المراجعه. المنصات الاخرى فيها ريستريكشنز كبيره في اليوز، محتاج انك تدفع ومحتاج انك تعمل اشتراكات وغيرها. في اوبن ستريت ماب لا، في المنصات الاخرى اتس ديفيكلت تو اديت وتحصل ابروفد على الاديت بتاعك. سو فاينلي بشكل عام المنصات الاخرى انت بيزكلي تشتغل لهم، وبعد ما تكمل شغلك لو انك محتاج تستفيد من البيانات اللي انت اشتغلتها عندهم حيقولوا لك ادفع، حتى لو انت كونتريبيوتر عندهم. فلو فرضنا واحد عايز يعمل تطبيق ويطور تطبيق، والتطبيق هذا عايز يحتاج الى دعم جيولوكاليزيشن ولا ماب ويب ماب سيرفيس ولا ويب اب، في الحاله هذه حتحتاج انك انت تدفع اشتراك او تشتري خدمه معينه لدعم التطبيق اللي انت عملته، بينما في اوبن ستريت ماب الشيء هذا غير موجود، مجاني، اكسس فري مجاني. طبعا قلنا اوبن ستريت ماب باورز ماب داتا اوف thousands اوف ويب سايتس وموبايل ابس اند هاردوير ديفايس. فاوبن ستريت ماب يدعم الاف التطبيقات، الاف المواقع، الاف الهاردوير والمعدات والادوات اللي هي تحتاج الى ويب ماب سيرفيسز. ففي ميزه انك انت تستفيد من الباور بتاع الكولابوريتيف انتليجنس والفولنتير جيو سبيشال انفورميشن، وتستفيد من الاوبن داتا بلاتفورمز. ليش؟ عشان دعم التارجت اللي هو يكون عندك كراود سورسنج للاوبن داتا، عشان تعمل انيبلنج لسبيشال تمبر الكمبيوتنج فور بيتر ديسيجن ميكنج اند بلاننج سبورت سيستمز. شوف هذا بكل بساطة شكل الخريطة اللي قبل وبعد التخريط. لو اخذنا الحالة الليبية مثلا، التداخلات اللي موجودة كلها، قلنا تكلمنا على السمارت سيتي، تكلمنا على الاوبن ستريت ماب، تكلمنا على المواطنة الفاعلة، تكلمنا على المدن الذكية، الانتروبيلابيلتي التشغيل البيني، تكلمنا على المرافق، على البيانات اللي هو تكلمنا على البيج ديتا. كل هذه الخلطة سيتي جي ام ال از اوبن سورس، الحوكمة، كل العمليات هذه كلها والتداخلات هذه كلها ممكن نلخصها في بوستة صغيرة، اللي هو يكون عندك خريطة موحدة لنظم المعلومات الجغرافية لأي دولة. طبعا هنا موجود ليبيا على منصة خريطة الشارع المفتوحة. ليش؟ يعني مثلا احنا اوبن ستريت ماب في ليبيا عشان تجهز الأرضية وتعمل انيبلينج وتوطين لمفهوم سمارت سيتي فور ليبيا. هذا الفريق الليبي في بداية العمل، السنتين اللي أول ما بدينا العمل، اللي هو مجموعة الباحثين اللي موجودين في فرنسا في مختبر أبحاث المدن الذكية، مجموعة من الدكاترة الليبيين اللي يشتغلوا على سمارت سيتي. فقالوا احنا يعني بدل ما نتعمقوا في قصة سمارت سيتي، خلينا قبل كل شيء هو بيزيكلي قبل ما نخوض في قصة سمارت سيتي لازم يكون عندي بيز ماب عشان نعمل عليها، عشان نخطط لمشروع اوبن ستريت مالي، مشروع سمارت سيتي. ففين الخريطه اللي احنا نعمل عليها سمارت سيتي؟ فين هي الخريطه هذه؟ فين البيانات اللازمه اللي نحتاج لها عشان نعمل دراسات مستفيضه او معمقه لسمارت سيتي امبلمنتيشن في ليبيا؟ فلقينا الكلام مش هينفع الا نبدو من البدايه ونبدو من الصفر، اللي هو تكوين بيز ماب حقيقي حديث تفاعلي اكسس فري ويدعم جميع الجهات وجميع. فاحنا من هذه اللحظه تبنينا مشروع اوبن ستريت ماب. هذه بعض الدراسات او بعض الارقام. اليوم لو شفنا فقط مقارنه بسيطه، في يوليو في ليبيا عدد البنايات اللي كانت موجوده في شهر يوليو هذه السنه كان 63373. اليوم في شهر نوفمبر عندنا الحمد لله عندنا 101 بناية، 101 ألف بناية، حوالي 102 ألف بناية. فرق ما شاء الله كبير في زمن قياسي. عدد المابرز زاد، عدد الكيلومترات اللي تم إدخالها، عدد الإدتس اللي تم إدخالها زاد، عدد الكيلومترات اللي تم إدخالها زاد. ف
فهذا هذا الايفولوشن نتاع او التقدم التطور اللي صاير في اوبن ستريت ماب ليبيا. اوبن ستريت ماب من الممتاز او من الجيد انك انت تشعر بانك انت عندك لوكال كوميونتي وعندك جلوبال كوميونتي. الجلوبال كوميونتي ممكن تكون ريجنال ولا انترناشونال. فاحنا ننشط في اوبن ستريت ماب افريقيا زي ما قال المهندس عمر، ولله الحمد وبتوفيق الله كان لي دور لفريق اوبن ستريت ماب ليبيا في استكمال الناقص من الدول الافريقيه بالكامل. اشتغلنا في بناء فرق محليه في جميع هذه الدول، و يعني مش بشكل كامل ولكن حتى لو بشكل جزئي، لكن بدأت فيه فرق يعني. والدليل الآن الحمد لله نعتبره فيه الآن في مصر تواجد مهندس عمر معنا وتبنيه لهذا الفكرة وهذا ومحاولته لخلق نوع من التوعية في مصر بهذا الموضوع، فنعتبره فيها هي نقطة بداية وحولت شكل خريطة مصر من الغياب إلى الحضور أسوة بليبيا وباقي دول شمال أفريقيا. فهذا الدور كان في تنسيق مع أوبن ستريت ماب ليبيا وأوبن ستريت ماب أفريكا. كيف يبدأ العمل في أوبن ستريت ماب؟ أنا لو تسمحوا لي نعمل فقط مشاركة ل نعمل ستوب شيرينج لهذه ونعمل مشاركة ل مهندس عمر، هل السكرين للتليفون طالع عندكم؟ لسه ما طلعتش. هاز ستارت سكرين شيرنج، ان شاء الله تطلع كمان ثواني. كده ظهرت تمام. اوكي سو حكينا كيف يعني كيف نبدا في العمل. انا اول شيء تبدا فيه في عمليه الاوبن ستريت ماب في اي مكان في العالم، يجب انك توفر المعلومات حول البيانات وتوفر بيانات حول المعلومات. طبعا نعرف ان احنا البيانات بعد ما نعمل لها تريتمنت نحولها الى معلومات، وممكن بعد ما نحولها الى معلومات ممكن المعلومات هذه تصبح بيانات لجهة اخرى. يعني انت في نظرك ان هي معلومات ولكن في جهة اخرى ما زال تحتاج ان تعمل معالجة لهذه المعلومات، فبتعملها وكأنها بيانات عشان تضخها في السيستم بتاعها هي وتخلق منها بعدين ديتا او رو ديتا او بيانات خام عشان هي تعمل لها اعادة معالجة من جديد. فهنا في الحالة هذه عشان انت تعمل editing وتعمل mapping، زي ما انتم شايفين عندنا مجموعة تطبيقات. ممكن عندك المابسمي، تطبيق مابسمي اللي هو امامكم هذا، وتطبيق جو ماب. ممكن من خلالهم تعمل موبايل مابينج، تعمل اكاونت على openstreetmap.org وتدخل للتطبيق هذا وتبدا ترسم وتحول الشكل او الخريطه من راستر الى فيكتور. لكن قد تصطدم بعائق وتقع في مشكله ان انت ما عندكش بيانات على انت فقط تشوف في مسقط افقي او تشوف في اريال فوتو او تشوف في راستر او ستلايت ايمج، وانت ماكش عارف يعني تشوف في الفوت برنت لعماره معينه لكن مش عارف العماره هذه كم طابق او المبنى هذا كم طابق، او مش عارف الاستخدام، مش عارف شنو هي اللافته اللي مكتوبه في واجهه المبنى هذا. فبالتالي هنا مش حينفع انك انت تبدا في عمليه المابينج وتبدا في عمليه الديجيتايزنج قبل ما تقوم بعمليه المسح التصويري الارضي اللي هو ستريت فيو ايمجري واللي هو terrestrial imagery واللي هو كذلك close range imagery اللي هو التصوير قريب المدى. التصوير قريب المدى حيخليك تشوف العالم اللي انت عايز تخرطه او تعمل له digitizing وكأنك تشوفه بالعين المجردة.
يختلف تماما على انك انت عذرا رجعت مهندس، رجعت ال الصورة شغالة، الصورة شغالة. تمام. ف في هذه الحالة يجب أنك تبدأ بعملية المسوحات الأرضية للطرقات عن طريق تطبيق تم تغيير اسمه هذا الأسبوع، كان اسمه أوبن ستريت كام، كاميرا الشارع المفتوحة، إلى تطبيق اسمه كارتا فيو، هو نفس التطبيق فقط تم تغيير اسمه هذا الأسبوع بناء على اعتراض من المؤسسة العالمية لأوبن ستريت ماب. أوبن ستريت ماب مش عايزة أي حد تاني يسمي لو حتى جزء أو مقطع من الاسم يكون فيه كلمة أوبن ستريت، لأن نعرف فيه أوبن ستريت ماب، أوبن ستريت كام، فصار اختلاف ما بيناتهم، ولكن مؤخرا حلت هذه المشكلة وغيروا اسم أوبن ستريت كام، كاميرا الشارع المفتوحة، إلى أوبن ستريت ماب، إلى كارتا فيو. فلما ندخل لتطبيق تطبيق كارتا فيو، طبعا هو صمم خصيصا عشان يغذي منصة اوبن ستريت ماب بالبيانات. لو نشوف الآن نسبة الإنجاز في العالم لهذا المسح التصوير الأرضي للطرقات والشوارع، حنشوف إن في أمريكا، في أوروبا، الأمور تمامة وحلوة وشغالة وماشية كويس، إلا عندنا احنا في الوطن العربي مازال الموضوع في بدايته. و حنشوف مثلا آلية العمل كيف نشتغل في التطبيق هذا. أنا نعمل أكاونت في openstreetmap.org، ثم نزل حمل تطبيق أوبن ستريت كام اللي هو أصبح كارتا فيو. لو رحت للستور وكتبت كارتا فيو، هنلاقي التطبيق هذا موجود. التطبيق هذا طبعا زي ما حكينا ان هو يسمح لك انك تعمل كونتريبيوشن. لما انت مجرد ما انت وايل درايفنج، وانت رايح لشغلك، وانت رايح نزهة، وانت مسافر، وانت يعني مش شرط تكون خارج عشان تشتغل الشغل هذا، يعني وانت يعني وانت في انت انت ماشي ماشي يعني على على طريقك، ممكن تعمل كونتريبيوشن قويه جدا وتساهم في صنع البنيه التحتيه لبلدك وقواعد بيانات المكانيه لبلدك من خلال استعمال هذا التطبيق واجراء مسوحات تصويريه لربط الصوره الفوتوغرافيه بالخريطه التوبوغرافيه. فممكن تكون تستعمل الايفون او الاندرويد عشان تعمل ستريت ليفل ايمجري، واللي هو شكلها انك انت تعمل بالطريقه هذه، ممكن من خلالها تعرف الناس التانيين في المحيط اللي انت موجود فيه، يخلق نوع من الانسجام ونوع من التواصل او نوع من المشاركه الاجتماعيه في المدينه. لان قلنا ما ينفعش ان المدينه تكون سمارت وما يكونش الناس اللي فيها ما بينهم كونكتيفيتي. لا نكتفي فقط ان الانسان يكون كونكتد للانفراستراكشر وانه هو كونكتد للبيلت انفايرمنت او للناتشرال انفايرمنت المحوط به، قبل ما يكون هو كونكتد للناس والكوميونتي اللي هو عايش فيها. فممكن تكون واحده من الاشياء اللي ممكن تخلق رابطه مهنيه او تطوعيه او غيرها في المدن الذكيه، ان الناس يكون هم صناع قواعد البيانات وصناع الرقمنه. فهذا هو الذكاء، ان الناس نفسها، وجه من اوجه المدن الذكيه ان الناس والسكان نفسهم يكونوا هم صناع التحول الرقمي. فانت من خلال التطبيق ممكن تعرف كل واحد، او تطلع مسارات تصورها ناس تانية وتتواصل معاهم ويصير بينك وبينهم تعاون او تواصل او غيره. فممكن تعمل ريكوردينج، وممكن تعمل تكسب نقاط تحفيزية من خلال مشاركتك في التطبيق. ممكن تتحصل على في كل صورة في مسار لم يقوم أحد قبلك بالمرور به، ممكن تتحصل على
كل صورة تسند لك 10 نقاط كمكافأة عشان تعمل رانك على مستوى العالم. من ضمن فوائد استخدام الكارتا فيو للمسح التصوير الأرضي لتغذية شبكة أوبن ستريت ماب، أن عن طريق الذكاء الاصطناعي هو يعمل ديتكشن للإشارات المرورية في الطرق، وهذا جزء كبير جدا مهم. ممكن يكتشف كذلك الانعطافات القوية في الطرق، ممكن عن طريق الارتفيشال انتليجنس يعطيك اليرت، يقول لك هذه الطريق السيفتي فيها عالية او منخفضة، او يجب انك تعمل مثلا في المكان هذا يجب انك تعمل اشارة مرورية معينة او ارشادية معينة. فهذه فائدة من الفوائد الهندسية اللي ممكن نستفيدوها فيما بعد. ممكن تدرس حالة الطريق من خلال جودة، تشوف هل الطريق يعني محتاج إلى صيانة أو محتاج إلى أو فيه فجأة في حفرة أو في غيرها. فممكن من خلال المسوحات دي تاخذ ألجوريتم، سمارت ألجوريتم، أول ما هو يكتشف الحفرة على طول يبعث أليرت للبلدية أو للطرق والجسور أو للصيانة أو غيرهم عشان يعملوا انترفنشن اللازم. فهذه مثلا المسوحات الأرضية. بعدها نرجع للتطبيق نفسه. في التطبيق لو خدينا الأسس اللي بتستعملها في التطبيق، أول شيء إنه زي ما حكينا إنه بيعطيك بوينتس، يعني كل صورة، كل إيمج أنت تصورها وتلتقطها هيعطيك 10 كريدت أو 10 بوينتس. طبعا بعدها قال لك أنت هذه الإرشادات أو المعلومات اللي أنت لو استعملت التطبيق، الأشياء اللي المعلومات العامة اللي ممكن تعرفها، إن هو مفروض انك انت تعمل ريكورد في كل الهاتف او الكاميرا بتاعك في وضعية لاندسكيب. لازم هو حيكتشف ممكن تراعي انك انت ما يكونش جزء من السيارة او مقدمتها او جزء من الهاتف او الحاملة بتاع الهاتف، تراعي ان ما تكونش موجودة او ما تكونش ظاهرة في الكاميرا. كذلك لازم تهتم بنظافة الزجاج الأمامي للسيارة، وكذلك نظافة عدسة الكاميرا للسيارة للهاتف. ويجب أن تكون يعني تهتم قبل كل شيء بعملية اللي هو السيفتي از فيرست، يعني تهتم هذه بعد الإرشادات. لازم تهتم إلى أنك أنت أثناء التصوير يجب تنتبه للقيادة أكثر من أنك تنتبه إلى استعمال التطبيق. طبعا بعد ما تقوم بعملية المسوحات التصويرية للأرض للشارع، الآن لو لاحظ أن مثلا فلسطين محتلة، الآن شوف حجم التخريط اللي فيها أو المسوحات الأرضية، واضح أن هي حجم لا بأس به يعني كبير. فهادو ناس زي ما نقولوا بالمصري ناس متهزرش، ناس عرفت قيمة الشيء هذا وقاعدين شغالين عليه. زي حالهم حال أوروبا وحال أمريكا. فيجب يعني حتى مصر يعني يكون في نفس الشيء، يعني لازم نكون حتى احنا. هذه دعوة مني للأخوة في مصر ان هم يشحذوا الهمم ويتوكلوا على الله ويبدوا في عملية في الشغل. في بعض دول الخليج طبعا تقريبا مهندس عمر سليم داير دور كويس لا بأس به في 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 قطر في الدوحة، وقاعد يحاول ان هو يعمل عملية مسوحات تصويرية اللي ممكن الآن نعمله فيزيت فيرتشوال فيزيت بفضل المساهمة اللي هو عاملها، اللي هي مثلا لو خدينا مثلا المسار هذا زي ما انتم شايفين الآن. بس مهندس عمر لو سمحت تأكد لي هل هذا شغلك ولا شغل أحد تاني؟ بالتالي شغلنا فيه غلطات كثيرة إن شاء الله نتجنبها في المستقبل بإذن بس الله. ايه بس حاول مرة تانية ان ما تكونش الزجاج فيه انعكاس. كانك تلاحظ هنا في انعكاس، في انعكاس على الزجاج بتاع السيارة. هو الزجاج ما شاء الله نظيف، ولكن عامل زي المرآة، يعني عاكس شوف شكل التابلو بتاع السيارة طالع هنا، وكذلك جزء من السيارة طالعة في الصورة. فنحاول بقدر الإمكان تحت المرآة اللي هي مرآة السائق اللي في الوسط في السيارة،
بالضبط تثبت الحاملة حاملة الهاتف وتقرب قدر الإمكان الهاتف إلى مقدمة السيارة إلى الزجاج الأمامي، مع التركيز على الـ على الـ على الـ إن هو يكون التليفون في وضعية لاندسكيب. فهذا واحد، هذا مثال. مثلا هو عامل في هذا المسار عامل 9 كيلومتر، عامل 9 كيلومتر، و الشغل ما شاء الله ممتاز. وشفتوا الآن عملية الربط، هنا عملية توأمة فيها ذكاء، عملية توين، عملية ربط ما بين الصورة والخريطة. لما تربط بين الصورة والخريطة أعطت البعد المكاني للخريطة للصورة، ولما تعطي البعد المكاني للصورة خلاص أنت فنيا وهندسيا وبجميع النواحي وعمليا وفي عمليات الصيانة وفي السياحة وفي يعني أشياء وفوائد لا حصر لها، تستفيدها من خلال بناء قاعدة بيانات تكون فيها التصوير والمساحات الأرضية موجودة. فهذا كنز، كنز لجميع القطاعات وجميع المصالح والهيئات والباحثين كذلك الأكاديميين وغيرهم. لما نوفر لك يعني عايز تدرس الطبيعة، تلوث الهواء، تدرس جودة الطرقات، تدرس الازدحامات، تدرس تعرف وين في مشاريع حاليا قاعدة صايرة في الطريق، صيانة غيرها، هذا كله طالع قدامك في الصورة وبالعين المجردة. هذا لو طلبت من أقوى قمر صناعي أنه يعطيك اللي هو سايد فيو للمبنى ويطلع لك وكأنك تشوف في الطريق بالعين المجردة، مستحيل صور الأقمار الصناعية مهما كانت الهاي ريزوليوشن وكانت الجودة عالية فيها لن تستطيع أن تعطيك حجم البيانات والمعلومات اللي قاعد الآن يعطيك فيها الترستريال ستريت فيو ولا ستريت إمجري، آسف أعتذر. فهذه مثلا، هذه مثلا مثال. أو قلنا بعد ما كملنا عرفنا فائدة الأوبن ستريت، اسمها سوري الكارتا فيو اللي هي أوبن ستريت كام، عرفنا شو فائدتها، إن هي تربط ما بين تعطي البعد المكاني وتعمل جيو ريفرنسنج للصورة للفوتو وتخليها جزء من منظومة أو من قاعدة البيانات المكانية. في هذه الحالة أنت أصبح عندك نقطة للانطلاق. النقطة للانطلاق اللي هي كالآتي، أنا حنعمل ستوب شيرنج لهذه وننتقل بكم إلى مكان آخر اللي هو ستوب ميرورينج. فأنا لو جيت مثلا أخذت أوبن ستريت كام، أخذت فبشكل سريع قلنا البداية تبدأ بعملية المساحات التصويرية الأرضية عن طريق تطبيق كارتا فيو، ثم تنتقل إلى عمليات المابينج والإديتينج وعملية تحويل الراستر إلى فيكتور على منصة openstreetmap.org. تفتح تعمل حساب أكاونت، بعد ما تعمل الأكاونت تبدأ تدخل تعمل عملية إديتينج. العملية الإديتنج على وتشوف إن هي الآن غير مفعلة. هذه العملية الإديتنج عشان الدقة مش هتقدر تعمل إديت وترسم مباني وأنت بعيد كتير والزوم بتاعك بعيد كتير عن المنطقة اللي أنت، فمجرد ما تقترب بالقدر الكافي اللي يسمح لك إنك ترسم فيه خلاص هنا تحولت الإديت إلى أكتف. فمجرد ما بنبدأ نعمل إديت ندخل في المود بتاع الإديت، يحاول لي حط لي صورة المرئية الفضائية ونشوف الآن. لو عملنا فيزيت للقاهرة وشفنا في الأوبن ستريت ماب، شوف مثلا بادي الناس تعمل في مابينج، وهذا خبر حلو كويس. طبعا في شركات كثير
تستفيد او تستعمل اوبن ستريت ماب از بيز ماب مثل ما ذكرنا، فهي احيانا تتولى عمليه الادخال على اوبن ستريت ماب، واحيانا المتطوعين. فانا مثلا هذا، لكن ما زال في اشكاليه، هذه اللي يحتاج الى تاسيس جمعيه مصريه لخريطه الشارع المفتوحه، قلنا لتكوين وتوثيق وحمايه الهويه الرقميه والهويه المكانيه للمدن المصريه، واللي تبدا بالمباني مثلا او الشوارع او الطرقات. الان هذا مبدا مبنى، المبنى هذا لو عملنا زوم شوف فيه، هو مجرد الشخص اللي عمل الفكتورايزيشن واللي عمل الرسم مازال معطاش بيانات، وراسم حتى الرسم راسم بالأداة الغلط. هذا الشكل لا يرسم بأداة لاين، ومعرف انه هو لاين، ومش عاطي اسم البناية ولا عاطي لكن بالمقابل مثلا شوف مقارنة ما بين المبنى هذا والمبنى هذا. شوف هذه مثلا هذه بناية، اعتقد ان هي مكتبة ليبراري، فكذلك نفس المشكل، يعني مازال غير مستوفية البيانات، يعني مازال الاتربيوتس مش كاملين هنا. لو سمحت دكتور، هل ممكن الاوبن ستريت كام يفيدني في ان انا اعرف المبنى ده كام دور وارتفاعه قد ايه؟ اكيد اكيد، وهذا للان انا جايه. طبعا للاسف في مصر ما فيش اوبن ستريت كام، تمام، ما زال مش بادين في الشغل، ما فيش ولا حاجه في مصر. فبالتالي انا حنفتح في يعني حنفتح حنروح اروح للمكان هذا عشان اعرف هل في مسوحات تصويريه في القاهره تمت قيام بها عن طريق الاوبن ستريت كام. حنروح لماب داتا وحنفعل اوبن ستريت كام. اوبن ستريت كام حتفضل اسمها في المكان هذا اوبن ستريت كام لفتره وجيزه، المده الجايه حتتغير الى كارتا فيو، ارجو الانتباه من ذلك، حتتغير هذه الى كارتا فيو، لان خلاص الاسم تم الغائه وتحويلها الى كارتا فيو. فانتبهوا اللي عايز يشتغل بالشغل هذه المده الجايه، ينتبه ان هذا الاسم حيصبح كارتا فيو. حنفعل كارتا فيو او اوبن ستريت كام وحنشوف. الان اعتقد ما فيش حاجه ظاهره امامي، ما فيش مسارات يعني لاوبن ستريت كام. اعتقد في لو شفتوا دخلتوا على openstreetcam.org وشفتوا اللي موجود في مصر، حتلقوا فيه انسان حاول بالخطا، ممكن هو حمل التطبيق وفتحه ومصور صورتين او ثلاثه في مصر في القاهره، لكن ما لهمش علاقه ما هوش انسان قاصد انه هو يعمل مابينج. فممكن بعدين هذا الشخص بعد تاسيس الجمعيه المصريه لخريطه الشارع المفتوحه، او ممكن حتى من الان مهندس عمر تعمل كليم، لان الصور اللي هو حاطهم مفروض يتشالوا، يعني مفروض تعمل كليم وتعمل اعتراض عند البلاتفورم وتطلب منهم ان يتواصلوا مع الشخص هذا، او هم يحذفوا الصور هذه، لان هو يعني اقصد انه مصور اندور، يعني فصل داخل البيت هو مصور صوره مفروض تتشال. هذه الصوره الوحيده اللي موجوده، وصوره اخرى في الشارع في الليل. طبعا التصوير الليلي ممنوع، يعني حاول انك تصور في النهار فقط وتصور الشوارع فقط. فلو شفنا في الشغل مثلا، روح للشغل اللي عامله كمثال، الشغل اللي عامله المهندس عمر مثلا، لو هي وين في الدوحة، لو انتظرنا قليلا حيبان. الآن شفت المسارات اللي باللون الأزرق الآن، لو شلنا هذه حتختفي، لو رجعناها حتظهر. هذه هي المسارات اللي مصورها المهندس عمر، هذه المسارات او مساحات التصويريه الارضيه اللي مصورها المهندس عمر على اوبن ستريت كام، واللي طلعت اوتوماتيكيا على اوبن ستريت ماب. الان سؤال مهندس عمر، كيف نقدر نعرف ارتفاعات المباني من خلال هذا؟ ف
فانا لو عملت زوم، عملت زوم اكثر مثلا، انا في المكان هذا مثلا، اخذت مكان عشوائي بطريقة عشوائية، اخترت ان انا نعمل زوم، خلاص هذه الصورة، يعني المبنى اللي جاي على يميني هذا، انا ممكن نسكر هذه عشان نرتاح شوي في الزوم. لو تشوفوا القمع هذا الاصفر، هذا يدل على الفيو، الشكل، اتجاه الكاميرا. لو رجعنا الى الخلف بصورة اكثر، لو تلاحظوا هذا شكل المبنى، من هنا نقدر نعرف عدد الطوابق. فلما نجي نرسم المبنى، حنبدا عارف عدد الطوابق. ولو في مثلا لافته مكتوبه على هو هنا، للاسف بالارتفيشال انتليجنس تعامل مع الشكل، اللافته او العلامه الارشاديه، اللوحه الارشاديه هذه في الطريق، تعامل معها على انها رقم لوحه سياره فاخفاها. وهذا للاسف المفروض ما يصيرش، المفروض يخلي يركز فقط على وجوه الناس والارقام لوحات السيارات هي اللي يخفاها. فخلاص احنا هنا عرفنا ارتفاع المباني. بعدين يا دكتور، انا ملاحظ حاجه، ان في زي ترحيل بسيط، يعني الجراند موسكو مثلا، المسجد الكبير، تحس ان هو مترحل او مش معمول في مكانه مظبوط. ده لقيته في اغلبيه المباني تمام مثلا. تمام تمام هذا اللي هنا صحيح صحيح. هذه نظرا لان المصادر اللي موجوده للماب، شوف هنا الباك جراوند او المرئيه الفضائيه، صوره القمر الصناعي اللي موجوده، هي موجوده في مجموعه خيارات. فالشخص اللي عمل الرسم، لما رسم المسجد الكبير، رسمه هو اثناء تلك اللحظه يستعمل خلفيه غير الخلفيه اللي انا مستعملها الان. فهذا السبب اللي مخلي فيه شفت الان، لما هو صاحبنا مشتغل على ازري، مش عارف هل حط الان ان هي تغيرت ولا. مهندس عمر، ايوه مع حضرتك، اعتقد يعني بدأت تبقى احسن. ايه هو هي هي ك هو هي 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 الان الان فيها ش الان فيها شفت الان، تمام. الشفت كده موجود تمام، الخريطة بس الاسري بتبقى مظبوطة. بالضبط. لا يعني ان الشخص المتعاون او المتطوع اللي رسم المسجد الكبير في تلك اللحظة، هو كان يستعمل ازري امجري. فانت عندك الخيارات موجودة، لما تلاقي ان في شفت اعرف انك انت تبدل بس الخلفية فقط. فهنا اعتقد ان واضح الان الفائدة، ان يكون عندك مسح تصويري ارضي للشوارع والطرقات، اللي هي ممكن تفيدك كثير في معرفة البيانات والمعلومات اللي انت تحتاج لها عشان تعمل editing وتعمل فيكتورايزيشن لأي مبنى أو أي شيء. مثلا هذا هنا المبنى هذا، لو نشوف، هل نتأكد هل في مسوحات تصوير أرضي؟ للأسف في الشرع هذا ما فيش. فأنا هنا مهما كانت الريزوليوشن لصورة القمر الصناعي، أنا مش هنقدر نعرف المبنى هذا كم طابق أو المبنى هذا كم طابق. ففي هذه الحالة ممكن نرسم فقط، نرسم بكل بالأداة الرسم، نرسم هذا المبنى. ولما يسألني على عدد لما يسألني على عدد الطوابق، فبنسيبه فارغ الآن، إلى لما يكون فيه تاسك مانجر ويكون فيه بروجكت من خلال
هيومانيتاريان اوبن ستريت ماب، حيتم فيه مراجعه جميع المباني وشوف النواقص اللي فيها. حنلقوا ان المبنى هذا ناقص، ناقص عدد الطوابق وناقص الادرس وناقص كذا، بعدها حيتم ادخاله. يعني كويس، مش بطال انك انت ترسم تجهز، على الاقل نكسب الوقت ونرسم هذه الفيكتورز اللي هو نرسم بوينت بوينت بوينت، نرسم المساحه، على الاقل توفر علي جهد. اللي حيجي بعدي حيعمل فقط يعمل كليك على الـ على الـ شوف مثلا هنا، يعمل كليك على الشكل هذا، اذا كان عليها اي معلومات يقدر يضيف المعلومات هذه. فهي هذه ميزه اوبن ستريت ماب، انك انت بدأت في شغل حتى لو ما كملتاش مش مشكل، اعمل اللي انت تقدر عليه، حيجي غيرك يكمل. تمام. اعتقد ان احنا طولنا كتير، لكن حاولت نربط او نوضح فكره اوبن ستريت ماب من جانب التوعوي والجانب والاهميه وغيرها من الاشياء. ف لو رجعت الى للبرزنتيشن، فهذه قصه اوبن ستريت كام انتهينا منها. ممكن تستعمل في إدارة المدن، في إدارة الحدائق، في إدارة الشوارع والطرقات، في النظافة العامة، في التعرف على أشياء كثيرة. يعني بالإضافة إلى أن سمارت موبايل مابينج اليوم، زي مثلا آيفون عملت انتجريشن لتقنية المسح الضوئي عن طريق تقنية اللايت ديتكشن اند رينجينج ليدار، وهذه أصبحت موجودة الآن في الآيفون. سو تقدر تصنع كلاود أو بوينت، يعني سحابة نقطية اللي تقدر من خلالها تبني 3D سيتي موديل. هذا بداية المشروع في ليبيا، وواحدة من المراحل كيف بدينا. هذه البداية كانت في يوم 4 سبتمبر، كانت الخريطة فاضية، وشفت الحمد لله الآن وصلنا، قطعنا مشوار كبير. هذه كيف الربط بين أوبن ستريت ماب وأوبن ستريت كام، هذا التوثيق لبعض المشاريع الزراعية، لأن أوبن ستريت ماب مفهوم ليس فقط في الأوربن إيريا ولا في المناطق الحضرية. أوبن ستريت ماب ممكن ندخله حتى الغطاء النباتي ونعمله له ديجيتال ريبريزنتيشن على البلاتفورم تاع أوبن ستريت ماب، وهذا تمثيل أو حصر لمشروع الجوجوبا في الصحراء الليبية، حزام الطاقة الأخضر للجوجوبا. هذا المشروع زي ما حكينا، بعض المنصات اللي ممكن تاخذ البيانات من تستعمل بيانات اوبن ستريت ماب في البيز ماب تاعها، زي مثلا موقع كاد مابر اللي يعطي الى حد معين مجانا مساحة معينة، يعطيك 3D موديل للمباني. فهذه عملية الديجيتايزنج ما نبيش ناخذ فيها وقت كتير، حنجو المدة الجاية إن شاء الله حنعملوا جلسات خاصة بالتخريط وكيفية التخريط وكيفية إعداد البيانات وتصديرها واستيرادها من وإلى أوبن ستريت ماب، وحيكون فيها سيشن خاصة بالجانب التقني. اليوم فقط جانب توعوي، لكن حنجو عليه الأسبوع القادم. هذا مؤتمر المدن الذكية وحالة الخريطة. نطمح إن شاء الله نهاية 2021 أن يكون عندنا State of the Map Arabia، وأن تكون الجمعية المصرية لخريطة الشارع المفتوحة في ذلك الوقت تكون قد أسست، وتكون عندنا كذلك أن الأخوة في مصر ينظمون لنا مؤتمر اسمه Open Street Map Egypt، يكون عندها مؤتمر اسمه State of the Map Egypt 2021 إن شاء الله، نأمل ذلك إن شاء الله. هذه بعض الأشياء اللي عملناها في الجانب التوعوي، ورش عمل مع مختلف الجامعات ومختلف الـ المناسبات مثلا GISD وغيرها. طبعا زي ما حكينا أن الموضوع هو موضوع يمس جميع التخصصات بدون استثناء، جميع الصناعات، كل العالم محتاج إلى بيز ماب، كل العالم محتاج إلى بيانات موثوقة ذات جودة عالية سهلة ومتاحة الوصول. أشكركم جزيل الشكر وأعتذر على الإطالة، وجزاكم الله كل خير،
وعندك إدارة الجلسة يا حبيبي مهندس عمر، تفضل. جزاكم الله كل خير يا استاذنا الفاضل، يعني محاضره ممتعه واستمتعنا بيها، وننتظر لو في حد عنده اي اسئله، اي حد حابب يشارك او وكان في سؤال حضرتك ممكن تكون جاوبت عليه بشكل جزئي، الا وهو ازاي الواحد يستفاد ماديا من العمل داخل خرائط الشوارع المفتوحه؟ أوكي، طبعا الميزة في خريطة الشارع المفتوح إن هي تبنى بالجميع للجميع، ليست حكرا على أحد. ممكن أي إنسان يطور موقع معين أو تطبيق معين للاستفادة المادية والشخصية ويستعمل في أوبن ستريت ماب از بيز ماب، محدش حيقول لك ادفع لي حاجة، لا الجمعية المصرية لخريطة الشارع المفتوح ولا الناس اللي ساهموا في بناء الخريطة ولا المؤسسة الدولية نفسها. فإذا هي منجم للبيانات ومصدر للبيانات مفتوح ومتاح، وأمامك الميدان وورينا شطارتك وأصنع التطبيقات وطورها وبيع، محدش حيقول لك أعطيني حاجة. هذا الاستفادة المادية، وهذه للعلم حتى لو أنك أنت لم تشارك في تغذية الخريطة بالبيانات ما فيش حد يقدر يعترض عليك. أي إنسان يجي الآن يعمل داونلود لأي ملفات أو يستعمل يحط أوبن ستريت ماب في دعم تقني إلكتروني لمشروعه أو لتطبيقه أو لموقعه، ما بيقدرش أي واحد يعترض عليه. فإذا سواء كان شاركت أو لم تشارك تقدر تستفيد منها ماديا. طيب في سؤال تاني، كيف يكون الجانب القانوني مع الدولة في الستريت ماب؟ الجانب القانوني هو بتأسيس جمعية علمية مصرية تحت اسم خريطة الشارع المفتوح المصرية وتسجيلها كلوكال شابتر عند الانترناشنال فاونديشن از ليجال ريبريزنتيف للايجيبشن كونتريبيوتورز في مصر بعد الحصول على الموافقات المصرية اللازمة. تمام. هو اللي انا فهمه ان اوبن ستريت ماب حاليا منضم تحت منظمه الدول العربيه، مظبوط؟ تمام، هذه حنرجع لها شوي. يعني ده يعتبر غطاء قانوني مثلا يساهم في ان لا الموضوع لا يبقى لا لا لا، مش غطاء قانوني، لا. يسهل ان احنا ناخد الخطوه ديت، ان احنا نقدر نسجلها. كثير 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 سهل. يعني شوف، أنت عشان تقنع أي جهة أو أي طرف بالدخول معك في أي مشروع، ممكن تقنع من خلال تعريفه على الشركاء اللي معاك. فأنت مش محتاج تحكي، لما تقول له أنا المبادرة أو المشروع متبنيته أو متبنيه الاتحاد العربي للمساحة اللي هو جسم مسجل عند جامعة الدول العربية على أعلى المستويات، أعلى المستويات الاتحاد العربي للمساحة. الآن حتى الأخوة في السودان عملوا قانون أن لا يمكن اعتماد الخرائط السودانية، خرائط الأساس في السودان، إن لم تكن معدة بالتنسيق والمشاركة مع الاتحاد العربي للمساحة، جسم ذو وزن وأهمية وثقل كبير جدا 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 في برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وعندهم مشروع خاص، والدكتور سركيس فدعوس رئيس الاتحاد هو أحد خبراء البرنامج الأمم المتحدة ومندوبهم في جامعة الدول العربية فيما يخص البيانات بشكل عام، المسميات الجغرافية وغيرها اللي لها علاقة بالتخريط بشكل عام والمساحة. فأنت نتكلم على شريك قوي جدا واستراتيجي، و حيمهد الطريق بشكل كبير جدا جدا لما تعرف الناس على شركائك من هم اللي معك. فلما تكون المبادرة وافقت أو تم تبنيها من قبل الاتحاد العربي في تأسيس الجمعية العربية لخريطة الشارع المفتوحة، بالتالي أعتقد أن السلطات المصرية حترحب. وعادة السلطات المصرية أي أو الدولة المصرية أي مبادرة لها علاقة بالتحول الرقمي وبالتطوير وبالتنمية ولها علاقة بالمدن الذكية، مصر يعني طلعت مثل الصاروخ في هذا الاتجاه، ماشية بشكل كبير جدا وبشكل ممتاز.
أعتقد لو تم تقديم المشروع على حقيقته وفق ما ينبغي وما يلزم من تقديم حسن للجهات المعنية في الدولة المصرية، أنا متأكد تماما أن الدولة المصرية حتتبنى المشروع قلبا وقالبا، وحتعطيكم التراخيص اللازمة، وحتأسسلكم وحتمنحكم رخصة جمعية علمية، بالذات لما يكون تحت إشراف الاتحاد العربي. تمام دكتور. طيب، في سؤال، هل توجد مبادرة من الجزائر؟ أعتقد في كان حد من الجزائر عامل مبادرة. ما سمعتكش كويس مهندس عمر، عيد هل السؤال لو توجد سمحت. مبادرة أوبن ستريت ماب في الجزائر؟ نعم، في بروفيسور زهير يونسي، الآن هو يتولى عملية الإعداد للجمعية الجزائرية لخريطة الشارع المفتوح. في دكتورة فاطمة الداودي من المغرب الشقيق تتولى عملية الإعداد، هو أوريدي كان فيه جمعية مغربية لخريطة الشارع المفتوح في المغرب، ولكن كانت تقدر تقول غير مف يعني موجود ترخيصها، ولكن مش قاعدين يشتغلوا، يعني فيه زي ما تقول نوع من العزوف أو الركود، لأن تحتاج إلى إعادة تفعيل. هي أسسوها مجموعة من الفرنسيين المقيمين في المغرب، ولكن الآن سلموها إلى مجموعة من الأساتذة الأفاضل في المغرب، عددهم حوالي 80 دكتور وعضو هيئة تدريس وباحث في مجال نظم معلومات جغرافية. هم الآن بصدد إعادة إطلاق الجمعية المغربية لخريطة الشارع المفتوح في تونس، كذلك جاري للتواصل لنفس الموضوع في موريتانيا. معنا السيد مهندس فتاح على قدم وساق، جاري العمل على التأسيس لخريطة الشارع المفتوحة في موريتانيا. معنا السيد ضرار في إريتريا يعمل بشكل متواصل. سيد عبيد الله في جزر القمر، دكتور عبيد الله حتى تواصلنا معه وقعد على قدم وساق انه هو يفعل في دكتورة هبة البارود، هبة بارود من لبنان، من مبادرة او من مشروع اوبن ماب لبنان. الآن ممكن بصدد ان هي تربطنا بالكونتريبيوترز والمابرز في لبنان عشان يفعلوا ويأسسوا جمعية أوبن ستريت ماب لبنان. سو أز أي تولد يو، قلت لك إن في حوالي 14 دولة عربية من ضمنها السودان، وحضرتكم في مصر الآن قاعدين تحاولوا تعملوا حاجة وتبدوا في التأسيس، في تونس، موريتانيا، مغرب، جزائر، مجموعة يعني حوالي 13 دولة. وأعتقد إن قريبا إن شاء الله حيكون البدء في إيداع ملف بعد الانتهاء من تسجيلهم في دولهم، حنجتمعوا مع بعض وحناخدوا نجهزوا الملف اللي طلبه مننا سيادة النقيب دكتور سركيس فدعوس رئيس الاتحاد العربي للمساحة، عشان نسجل الجمعية العربية لخريطة الشارع المفتوحة كمشروع من مشاريع الاتحاد العربي للمساحة. طيب، السؤال من المهندس أحمد، هل من الممكن استخدام هذه البيانات من جانب الأعداء لجمع المعلومات والاستخبارات الخطورة الأمنية، لأن كل شيء سيصبح أونلاين؟ لا، مش كل شيء سيصبح أونلاين، لا، كلام غير صحيح. مش كل شيء حيصبح أونلاين. في فرق، قلنا بداية البرزنتيشن، مش عارف، ممكن مهندس أحمد هو مشكور جزيل الشكر على هذا السؤال مهم جدا، لكن ممكن أنا تطرقت لهذا الشأن في البداية، اللي هو قلت الجهات مش مطلوب منها تعطينا بياناتها، مش مطلوب تعطي بياناتها. كل جهة عندها تصنيف للبيانات، بيانات حساسة، بيانات تشغيلية، بيانات تشاركية. البيانات التشاركية التي يمكن مشاركتها بحكم الدستور، قلت أنا بدري، بحكم الدستور بحكم القانون في تلك الدولة، تضمن للإنسان كحق من حقوق الإنسان حق الوصول إلى المعلومة، فهذا الحق مكفول من قبل الدولة وليس تعديا عن الدولة، ولكن الدولة هي من تقرر ما هي نوع وحجم البيانات التي يمكن مشاركتها، لأن هي أدرى وأعلم بالشق أو الجانب الأمني في البيانات. أما أنك أنت تأتي إلى القاهرة وتقوم بإدخال جميع الصيدليات التي ممكن يحتاج لها إنسان يعرف خريطة صيدليات، أو محطات الوقود،
أو المدارس. فهذا أعتقد أنه هو الدولة لن تصنفه كمعلومات أو بيانات حساسة أو بيانات أمنية. احنا نقصد هذه النوع من البيانات اللي الآن مش موجودة، يعني للأسف مش موجودة على الخريطة، واللي لو إنها هي موجودة حتساعد ناس كثير. فلما تكون الجمعية معتمدة من الدولة ومرخصة من الدولة، إذا هي الدولة هي اللي حتقرر أو حتنظم وحترشد ما هي نوع البيانات اللي ممكن أن توضع على الخريطة من عدمها. فالشق والهاجس والجانب الأمني، أرجو عدم الإفراط في التحسس منه عندما تتولى الدولة قيادة وسيادة ذلك. تمام. في مهندس محمود بيسأل: هل تم العمل في قطاع غزة على المشروع؟ نعم، ما سامعك. قطاع غزة هل في شغل في الموضوع دوت؟ أوبن ستريت ماب؟ حاولت أن تواصل مع بعض الأخوة في قطاع غزة في الجامعة الإسلامية، ومتشجعين ومتحفزين جدا جدا للموضوع. وبإمكانه هو السيد محمود يبدأ، يعني هو الآن شاف الفكرة وشاف الموضوع، وممكن يبدأ يعمل فقط جروب واتساب يحكي الحكاية هذه لأصدقائه، ويبدوا في عملية يتجمعوا مع بعض ويقدموا طلب للسلطة الفلسطينية للحصول على تصريح بتأسيس الجمعية الفلسطينية لخريطة الشارع المفتوحة. وهذا أعتقد يعني هذا فرض الله أعلم، يعني هذا فرض على الأخوة الفلسطينيين، لازم يعملوه الشيء هذا. هذا إثبات وجود، أنت عندك قضية، عندك مشكلة، أنت لازم تثبت نفسك على الخريطة، لازم فعلا لازم تأسس. يعني أنا بنقول من أولى الدول أو أولى الجهات اللي المفروض تأسس فيها أوبن ستريت ماب أسوسيشن ولا كوميونيتي هي فلسطين في أسرع وقت، وخليهم يشاركوا ويحطوا اللوجو بتاع فلسطين ويحطوا العدسة فيها علم فلسطين، ويبدوا يشتغلوا ويعملوا خريطتهم بيديهم. وهذا إثبات وجود، أنت فلسطين، قضيتك وقصتك واحد من أهم رموزها ومؤشراتها هي أن يكون عندك خريطة. فوثق وكون هويتك الرقمية والبصرية والمكانية على الخريطة. مستني إيه يعني؟ بالعكس، هذا واجب وطني وواجب قومي للفلسطينيين، المفروض يعملوا أسرع من غيرهم الموضوع هذا. يعني تمام يا دكتور، جزاكم الله كل خير. هل في أي أسئلة؟ وفي اقتراح من أبو عمرو، اقتراح إنشاء اتحاد تعاوني على مستوى الوطن العربي، أعتقد موجود. دكتور، كان في اقتراح لإنشاء اتحاد تعاوني على مستوى الوطن العربي. الاتحاد ما فيش أحلى من الاتحاد العربي للمساحة، لأن الآن هو برئاسة الدكتور سركيس فدعوس، إنسان يعني متواضع جدا 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 جدا، ومتبني جميع المبادرات الشبابية ومبادرات التعاون العربي ومبادرات التحول الرقمي. ويعني بدل ما تضيع وقتك في تأسيس شيء جديد أو كيان جديد أو جمعية جديدة أو منظمة جديدة، الجمعية جاهزة والمنظمة جاهزة ويمكن الاستفادة منها بأقصى الأوجه، لأن أعطانا تعهد أو وعد بأنه لن يبخل في دعم أي مساهمة أو أي مبادرة تدعم التنمية في الوطن العربي. وليس بأفضل من التحول الرقمي شيء ممكن أن يدعم التنمية في الوطن العربي، والراجل متبني الموضوع هذا سيادة النقيب. فالمجلس هذا التعاون أو الجمعية التعاون أو الاتحاد العربي هذا هو أوريدي موجود، بس يلا تعالوا انتم فقط، كل شيء جاهز. يعني تعالوا انتم ابدوا نيتكم وتعالوا نحن نتعاون مع بعض، والمظله القانونيه موجوده على مستوى الوطن العربي، ولكن ينقصنا محليا في كل دوله من دول الوطن العربي يجب ان تحصل على التراخيص اللازمه من دولتها نفسها. يعني ما تكلمنيش على تعاون عربي وانت لسه في مصر مش مؤسس جمعيه مصريه للموضوع، يعني عشان يكون العمل تحته وبدراية وبإشراف الدولة المصرية أو الدولة العربية، كل دولة عربية على حدة، وبعدها يتم عملية تسجيل الجمعية بشكل رسمي عند الاتحاد العربي. وهذا شرط من شروط الدكتور سركيس فدعوس، هو قال يجب أن يكون جميع الأجسام هذه تكون منضوية تحت أجسام مصرح لها محليا في دولها
بممارسه هذا النشاط. ما يجينيش واحد هو ما عندهش تصريح من الدوله نتاعه ويقول انا عايز ادخل معاك في هذه المبادره، وهو حيسبب مشاكل الاتحاد ويسبب مشاكل لنفسه ويسبب مشاكل مع الدوله نتاعها هي نفسها. فتبدا بدولتك قبل كل شيء، تبع المسار القانوني الصحيح وتحصل على التصريحات اللازمه، وبعد تجيب ملفك جاهز وتتقدم بالطلب للانضمام لهذه الجمعيه، سواء كان تكون عضو لاحقا تسجل كعضو كدوله عضو، او اذا كان الان اسرعتم في تاسيس الجمعيه المصريه مثلا في او الفلسطينيه بشكل رسمي في فلسطين او في مصر، هتكونوا انتم من ضمن الدول المؤسسه وليس من الدول المنضمه كاعضاء لاحقا، والدول المؤسسه حيكون لها دائما السبق يعني. تمام، جزاكم الله كل خير. في سؤال، ايه الحافز للاستدامه؟ ان احنا نكمل يعني؟ نعم، ما فهمت السؤال. هو السؤال من باشمهندس محمد بيقول ايه الحافز للاستدامه؟ اعتقد ايه قصده ان احنا الحافز نكمل. للاستدامه؟ لم افهم ذلك. اعتقد قصده ان احنا نكمل في القصه ونكمل عمل. هو يا ريت يتكلم صوت لو عنده السؤال، المايك مفتوح. بكل سرور، بس انا نعمل enable waiting عملت room. نجم، عملت نجم. اوكي تفضل. أنيو، ما هي طرق تحديث الخرائط بعد تغيير المعالم؟ نحن بنعمل تاني، الناس بتاخد الخرائط تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه، جهد مشكور ونشاط كبير جدا وبالتوفيق ان شاء الله. انا يعني بصفتي يعني اعتبر متخصص برضو في المساحه، انا كليه الهندسه بشبرا، وموجود حاليا في جامعه ووهان في الصين، بدرس درجه الدكتوراه في المساحه والجيوديسيا، فيعني عندي خلفيه شويه في الجزء اللي حضرتك بتعرضه. هيا دكتور عبد الرحمن، سامعني؟ نعم أستاذ، نعم أفندم، نعم أنا في الاستماع، تفضل. اهلا بحضرتك. فهو انا كنت اتكلمت على نقطه الامن، لان في طبعا يعني جهاز الجي بي اس او كده لو بنستخدمه في مصر بيحتاج تصريح او بيبقى فيه مشاكل معاه، فطبعا الاوبن ستريت ماب والدنيا تبقى اونلاين وكده. فطبعا حضرتك اشرت ان هي لازم تبقى قانونيه، بس انا اعتقد ان هي هتبقى فيها صعوبه شويه. اتمنى طبعا ان كل شيء يبقى ديجيتال وييسر حال المواطنين والناس تبقى توصل للمعلومه بسهوله يعني. الجزئيه الثانيه اللي حضرتك بتقول عليها اللي هي مبادره تطوعيه، فطبعا مع الوقت الناس بيبقى فيه فتور او فيه ملل، فايه هي هو الحوافز اللي ممكن تبقى نبثها للناس او ان هي تشجعهم بحيث الاستمراريه والاستدامه، خصوصا على ما انا فاهم ان الخرائط بعد فتره هيبقى فيها محتاجه تحديث، لان مثلا عندنا في مدن جديده بتتبني، معالم بتتغير، اراضي مثلا كانت زراعيه بتتحول لاراضي سكنيه، اراضي صحراويه بتتحول لاراضي زراعيه، فبتبقى محتاجه تحديث بحيث ان هو يبقى اب تو ديت يعني. فهو ده السؤال. نعم، مشكور جزيل الشكر دكتور على هذا السؤال. وإحنا شبه يعني رجعنا إلى أنا عملت شير الآن، نحاول نجاوبك من خلال الخريطة نفسها. باشمهندس عمر، الخريطة ظاهرة عندك؟ تمام دكتور. تمام، أنا الآن عملت شير لأوبن ستريت كام، اللي هي وجه من أوجه أوبن ستريت ماب. أعتقد لما نسأل السؤال حول نبدأ خلينا نبدأ بالاستدامة والحافز، الناس اللي اشتغلت في تغطية أمريكا بالكامل وأوروبا بالكامل وشبه فلسطين بالكامل، الناس هذا اشتغلوا بنفس المبدأ اللي أنا ندعوكم إلى العمل به. الناس اشتغلوا بالعمل التطوعي، اشتغلت الناس هذه بالعمل التطوعي وانجزوا الخريطه. لربما يكون بعض منهم غادر فعلا، اشتغل فتره وغادر لانه صار فتور فعلا، ولربما يكون بعض منهم واصل الى الوصول بدولهم الى هذا الشكل. فاعتقد ان الامور
احيانا ليست هندسيه صرف او جغرافيه صرف، موضوع في نوع من الفلسفه شويه، اللي هي عمليه الدافع او النيه او الرغبه. يعني سؤال واحد يسأل نفسه، هل أنا مبسوط لما نشوف أني قادر أني نعمل تغيير وأنا مش عايز نعمل التغيير هدايا؟ هل هذا شيء يفرح؟ التقنيات اليوم ما فيش عذر، ما فيش حجة، يعني ما فيش التقنيات موجودة وسهلة وبسيطة، ومش الجي بي اس، هو تطبيق في الهاتف، أنك أنت تعمل مساحات أرضية، والتطبيق هذا يربط الصورة بالخريطة على طول، ويولي عندك كنز من المعلومات. لما انا قادر نعمل الشيء هذا بكل بساطة ومجانا، ومش واخذ من وقتي ولا واخذ من جهدي، ما هو انت في الطريق هذه، المشوار رايح كذا كذا، رايح المشوار هذا. ف ما هو الحافز اللي يجب ان يقدم لك عشان انت تستمر في عملية المسح؟ الحافز اعتقد والمكافأة انك انت تنظر الى خريطة بلدك بعين الأمريكي أو الأوروبي عندما ينظر إلى خريطة بلده، تشعر بالراحة وتشعر بالإنجاز. وصراحة أنا لا أستعرض يعني، ولا أفتخر بالدور اللي أو بالنهضة اللي صارت في ليبيا، بقدر ما أفتخر بالشباب والوعي الاجتماعي اللي اكتشفناه عند الشباب الليبي، برغم الظروف القاسية، برغم الظروف، الوضع تعرفوه كلكم الوضع في ليبيا، ولكن شباب تبنى المبادرة وتبنى العملية واشتغلوا الشغل إبداع صراحة، قمة في العطاء وقمة في المواطنة الفاعلة. ناس تشتغل في ظروف قاسية لا يعلمها إلا الله، ولكن أخذوا على عاتقهم أن هم يبنوا البنية التحتية لبلادهم بدون انتظار أن حد يكافئهم أو يعطيهم حوافز أو يعطيهم أي مقابل مادي أو غيره. فالحافز هو أنك أنت تعمل تشالنج مع الدول الجوار أو دول العالم. أنت أنسى أنك أنت شو بتستفيد على المستوى المحلي، لا، انظر لنفسك حتى كحافز، أنك أنت من العيب أو من المشين أن نشوف جارك اللي هي ليبيا. وسامحوني وانا اعتذر جدا جدا، انا قلت لكم مصر في القلوب وفي الوجدان وفوق على راس عيني من فوق لفوق. انا قلت لكم انا مدرسيني واساتذتي ومعلميني الاولين والاب الروحي في العلم عندنا بالنسبه لي عبد الرحمن شخصيا، اساتذتي اللي تعلمنا على ايديهم الكثير الكثير هم من مصر. فمصر صراحه انا لست بصدد انني اقلل من شان مصر في لما نقول وبدأت الكلام هذا، قلت ما ينفعش مصر إلا أن تكون في المقدمة، مصر هي اللي المفروض تكون في المقدمة. لكن لما نشوف يعني على الصعيد التشجيع أو التحفيز، لو نشوف مثلا خريطة طرابلس ونشوف خريطة القاهرة أو خريطة مصراتة، شوف خريطة مصراتة، شوف خريطة بنغازي مثلا، ونجي نشوف خريطة القاهرة. كمان كيف قاهرة؟ معقولة القاهرة هيك بالطريقة هذه؟ أفيقوا يا أهل مصر. وبعدين يجيني واحد يتكلمني والله يقول لي خصوصية البيانات وأمن البيانات احنا خصصناها، قلنا شنو هو شنو التصنيف؟ الدولة هي اللي تصنف أمن البيانات، مش أنا ولا مهندس عمر، ولا الدولة تصنف أمن البيانات وتسمح وتراقب العملية هذه. ولكن كمجتمع مدني وكخبراء وكدكاترة وكباحثين وكمتطوعين وناس عايزة تعمل شيء، ما تستناش يلا خذ المبادرة، خذ زمام المبادرة واطرق باب الدولة، روح لهم قول لهم ينفع أن نعمل كذا كذا. أوكي، قالوا لك ينفع بس بدنا عايزين ضمانات معينة، أنه يكون المتطوع يلتزم بأن لا يدخل البيانات الفلانية. على عيني وراسي ما ندخلهاش، تمام، وأن تسجل الجمعية هذه ويمنح لها إذن مزاولة. يا سلام، أعطيهم الأوراق ويعطوك إذن مزاولة، خلاص. هنا في الجانب، في لما أنت حطيت المرحلة هذه، الدولة فيها بسم الله ما شاء الله من الهيئات والمتخصصين والخبراء والدوائر والأجهزة اللي هي
قادرة أن تصنف كل شيء وتضع كل شيء في ميزانه. فقط أن مطلوب من الشباب اللي عندهم المواطنة الفاعلة أن يتوجهوا للجهات اللي في الدولة ويطلبوا منها أن هي تمنحهم الترخيص اللازم. الحافز الثاني، الحافز المادي ممكن يكون فيها، ممكن يكون فيها لو لما تتأسس الجمعية المصرية لخريطة الشارع المفتوحة، الجمعية هذه حيكون عندها التمويل، حيكون عندها أموال من خلال الدونيشن، العطاءات أو الهبات. في هبات من الدولة، هبات من الـ من الـ من الـ من البرامج التنموية العالمية زي صندوق النقد الدولي، برامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المنظمات العالمية، اليونسكو وغيرها، الأغذية، منظمات كثيرة، ممكن البنك الدولي، هذو كلهم ممكن يقدموا مساعدات مالية للجمعية المصرية لخريطة الشارع المفتوحة لتلبية الاحتياجات الأساسية، وممكن إعطاء جوائز أو إعطاء مكافآت وليس مرتبات أو يعني مش مشروط، يعني إذا كان في تمام الله يبارك، ما فيش خلاص مش لازم، العمل ماشي يعني بفلوس ولا ما غير فلوس، لكن كويس لما يكون فيه إمكانية إن إحنا تتأسس جمعية مصرية خريطة الشارع مفتوحة وتتسجل تسجيل رسمي في مصر ويفتح لها حساب بنكي في تحت إشراف الدولة وتتلقى مساعدات من البرامج الدولية للتنمية وللتحول الرقمي، وتصرف منها الجمعية على مناشطها، مؤتمرات، ندوات، مسابقات لأحسن الناس اللي قاعدين يعملوا في أحسن مجهود على الخريطة. فهذا هو الجانب الوحيد اللي ممكن يستفيدوا منه المساهمين، وممكن يعطيهم نوع من الحافز. وأنا أرى أن الحافز الوطني الثاني اللي هو المفاعل التفاعل المواطنة الفاعلة هو أكبر حافزا من المال. وعندما ترى تشعر بالغيرة لما ترى، شوف يمينك فلسطين ويسارك ليبيا، فلسطين ماشية مشوار تبارك الله، وليبيا ماشية مشوار تبارك الله، ومصر فاضية الخريطة، مازال مش عاملين حاجة. هني هذا حافز، أعتقد أنه هو حافز. أنا أرى يبقى هدفي إن نعم أستاذي، نعم. لا بالخطأ. سو إن شاء الله نكون الإجابة واضحة، مانيش عارف. طبعا تحتاجوا تشتغلوا كثير على التوعية، يعني مازال مشوار قدامكم كثير قبل ما تدخلوا في الرسم والمسح والتصوير والكذا، تحتاجوا إلى يعني خبراء المصريين والدكاترة المصريين، ندعوهم صراحة لدراسة هذه المبادرة والاطلاع عليها بشكل جيد وشكل منصف قبل القرار بأن هي لا تنفع أو قد تكون مؤذية أو تكون لا. نتمنى منهم أن هو يدرسوها دراسة علمية دقيقة، حيكتشفوا أن هي مفتاح التحول الرقمي، وانه يكتشفوا ان هم يجب انه بيسرع وقت، لازم ينخرطوا في هذا الموضوع. فهذا نداء صراحه للخبراء المصريين اللي موجودين في مصر او في جميع انحاء العالم لدراسه امكانيه تفعيل خريطه الشارع المفتوحه في مصر لما لها من فوائد جمه على الدوله المصريه. باذن الله ان شاء الله يعني تسمع خبر حلوه قريبا يا دكتور، باذن الله. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. في أي حد عنده أي أسئلة؟ الحمد لله. إن شاء الله المحاضرة دي هنديها لجميع الناس اللي عايزة تنضم الـ Open Street Map مصر، بحيث إن هم يفهموا الفكرة ويتابعوا معانا بإذن الله، وربنا يكرمك أستاذنا ويجعلك من حسناتك يا دكتور. أنا صراحة ممنون جدا جدا أخي عمر، وأشكر جميع الأخوة الحضور على حضورهم وصبرهم. وصراحة هي كان اليوم اللقاء عفوي، وكان الكلام يعني بطريقة يعني اجتنبت فيها أن نكون نعمل تقديم علمي جاف يعني للموضوع، حاولت أن نكون فيه شوية يعني تكون في طريقة الإلقاء أو السرد أو الشرح، يكون حاول نوصل الفكرة بطريقة مرنة شوية عشان الناس تفهم مني المقصود.
ولكن إذا كان في حاجة لتغطية بعض الشروحات اللي هي كيفية الاستخدام وكيفية الرسم وكيفية بناء الموديلينج والسيموليشن عن طريق البيز ماب اللي هي جاية بيانات اللي جاية من أوبن ستريت ماب، فنحن على أتم الاستعداد إن شاء الله بالتنسيق مع حضرتك سيادة المهندس عمر سليم. و جزيل الشكر لجميع الحضور من جميع الدول العربية، وجزاكم الله كل خير، ونسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم، وبارك الله فيكم جميعا. جزاكم الله كل خير، الله يكرمك. والله يا أنا بس مهندس عمر مش عارف أنت، هل إذا كان في إمكانية ناخده الناس اللي عايزة تاخد معنا ناخده للسكرين شوت بعد ريت إذن حضرتك، ما أنا فتحت الكاميرا. تمام، بس أنا بخلي شغل السكرين شوت عليك أنت مهندس عمر، أنت راجل فنان ومعماري. لا الله يكرمك رميتك يا دكتور، الله يكرمك. بارك الله فيك. لو حد عايز يفتح الكاميرا يعني الأخوة الحضور اللي عايز ممكن. يفتح الكاميرا عشان نعمل صورة تذكارية، مهندس محمد دكتور محمد السايح أحد مؤسسي أوبن ستريت ماب ليبيا، مرحبتين بيك. السلام عليكم دكتور عبد الرحمن والجميع، محاضرة قيمة بصراحة، بارك الله فيك، بارك الله فيك باشمهندس عمر من مصر، الله يكرمك، شاكر جدا لتعاونك معنا اليوم إن شاء الله، الله يكرمك، بارك الله فيك. ما ننسوش بالشكر فريق اوبن ستريت ماب ليبيا، طبعا وكذلك اوبن ستريت كام ليبيا، مهندس محمد البهليل، مهندس علاء سعيد، مهندس عبد الرزاق فرج، جميع الاخوه صراحه نعتذر اذا كان ما نقدرش نذكرهم كلهم، ولكن هم صراحه اللي قائمين بالشغل على الارض، وهم اللي خلوا شكل خريطة ليبيا بهذا الشكل اللي تشوفوا فيه اليوم. جزاهم الله كل خير، ونتمنى انه يكون واحنا والشباب هذول كلهم على تم الاستعداد. ان مهندس عمر انت معانا في مجموعة الواتساب، اذا كان احتجتوا اي سؤال او اي شيء بخصوص كيفية استعمال التطبيقات او غيرها، فهذول الشباب مستعدين موجودين في مجموعة العمل الليبية في الاوبن ستريت كام، أن يقدموا أي دعم في سبيل نقل المعرفة إلى جميع الدول العربية. بإذن الله دكتور، ربنا يجعلكم في جزاك خير، الله يكرمك. جزاكم الله كل خير. الحصول على التفاصيل التقنية، مهندس عمر في حد كاتب في الشاتينج، أنا نسيت حاجة باش مهندس عمر، قصة الشهادات، شهادات الحضور. ممكن نصدر شهادات حضور للجلسة هذه بالمشاركة مع الجهات المنظمة اللي هي أوبن ستريت ماب أريبيا أكيد بإذن الله، والجمعية الليبية للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية. ما شاء الله، تمام بإذن الله يعني حضرتك. حيكون فيها توقيع حضرتك وتوقيع مهندس عبد الباسط بن دلة رئيس الجمعية الليبية للاستشعار عن بعد ونظم إن شاء المعلومات الله الجغرافية. بإذن الله، فإذا كان أي حد عايز شهادة حضور يعني نجهز الأسامة ونعمل شهادة بإذن الله مع بعض إن شاء الله. فيتكرم بإرسال إيميله واسمه، بيانات الخاصة بالحصول على الشهادة في الشاتنج، وإحنا حنحتفظ بملف الشاتنج ونعمل فلتر. أو عندك ميكانيكية معينة مهندس عمر للحصول على الشهادة؟ عاملين جوجل فورم اسهل. أنت نزلت الآن؟ تمام، بارك الله فيك، الله يكرمك، جزاكم الله كل خير. جزاكم الله خير دكتور، الله مهندس يكرمك. علاء بن سعيد، بارك الله فيك، مشكور جدا. دكتور مهندس محمد البليل، بارك الله فيك على الحضور، شكرا.
مشكورين والسلام عليكم مهندس عمر. اعتقد ان عليكم نكتفي بهذا القدر تقريبا. بإذن الله دكتور، جزاكم الله كل خير، ألف شكر لحضرتك دكتور. على فكرة انا للمرة الالف نقول لك ما زلت راني منش دكتور. ما هو اللي حضر دكتوراه خلاص دكتور إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله إن خير شاء يا الله سيدي، أتواصل معك خير بإذن الله الله دكتور. يبارك فيك. السلام عليكم هذا ورحمة الله وبركاته. هذا فالخير يا مهندس عبد الرحمن. بإذن الله. الله يبارك فيك، ربي يحفظك باشمهندس محمد. بعدين لازم تتعود عليها، هذه كلمة جديدة لازم تتعود عليها إن شاء الله، هذه المستقبل والله القريب إن شاء الله. الله يبارك فيك، لكن باشمهندس انا صراحة لان احنا علاقة افقية واخوية بيننا وبين الاخوة أكيد جميعا، كلنا اخوة. أكيد والله. وانا صراحة نطرب لما يناديني واحد يا عبد الرحمن. الله يرحم والديك يا عبد الرحمن، وإن شاء الله الله في ميزان يبارك فيك، حسناتك، وإن شاء الله ديما قريبين على بعضنا إن شاء الله، إحنا وأشقائنا في جمهورية مصر العربية إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، الله يبارك فيك. واحنا مصر راي في الوجدان وفي القلوب صراحة، يعني أكيد هذا أكيد والله. ليس مجاملة ولا نفاقا، ولا يشهد الله يعني ان مصر مكانتها عزيزة وغالية يعني. أكيد أكيد واحنا أكيد من حبنا لاخواننا في مصر ولمصر صراحة نتمنوا ان في اسرع وقت ان حتم المشاريع اللي دارتها الدولة في المدن الذكية في مصر، ومشاريع التحول الرقمي تقنية المعلومات مركزة عليها السنوات الأخيرة. كانت لاحظتوا مصر مركزة على الموضوع هذا تركيز كبير صح جدا جدا. بإذن الله فنتمنى إن إحنا حتى صحيح إحنا إن شاء الله، كليبيين بإذن الله يستفيدوا من حتكون في أخبار مبشرة إن شاء الله في إن أقرب شاء الله، وقت نستفيدوا حتى إحنا إن شاء الله إن من شاء الله. إخواننا في مصر ومن التجربة المصرية في قصة المدن الذكية إن شاء الله. بإذن إن الله شاء الله نتواصل مع الناس في المدن الذكية ونحاول إن شاء الله نطبق الموضوع ده. للفائدة في كتاب حلية طالب العلم بكر بن عبد الله أبو زيد، كان قال إن لو الواحد نده الدكتور باسمه بعد اللقب فهذا بمثابة قلة الأدب، يعني لو أنا قلت دكتور عبد الرحمن فده بمنزلة إن الواحد بينادي أبوه باسمه، يعني لازم دكتور بس كده بدون اسم لاحتراما والتقدير. الله يكرمك دكتور، جزاك الله خير، الله يكبر الله يكرمك دكتور، جزاكم الله خير. يكبر مقدارك ان شاء الله ويبارك فيك ويحفظك. على راسي على راسي بنكلمك باللهجة الليبية انت، بما انك عندك هيستوري شوية في ليبيا يعني. لا طبعا طبعا، انا والدي كان شغال في محطة تحلية المياه بنغازي ما قعدت شاء فترة الله كبيرة هناك. اه ما شاء الله، ربي يبارك ما شاء الله. الله يكرمك يا دكتور. فتعرف اللهجة الليبية يعني، شوية لما طبعا نكلمك طبعا باللهجة الليبية خلاص خلاص. احنا البرزنتيشن الجاي ان شاء الله حنديرها باللهجة الليبية ان شاء الله، بإذن الله بإذن الله دكتور. ان شاء الله تفهموني يعني لا إن شاء الله أكيد دكتور ان شاء الله. بس اليوم كان الكلام واضح يعني من ناحية اللهجة جدا. يعني. اه الحمد لله تمام، إن شاء الله. كويس، الله يبارك ان شاء الله، الله يكرمك دكتور، جزاكم الله خير. حفظ الله ورعايته ان شاء الله. بارك الله فيكم جميعا، شكرا، مع سلامة الله، إن شاء الله الحمد نشوفكم لله، بخير مع إن شاء الله، السلامة، مع سلامة الله. مع السلامة اخواني جميعا، بارك الله فيكم اخواتي مع الكريمين، السلامة مع السلامة. حفظ الله ورعايته ان شاء الله. الله إن شاء الله. الله خير إن شاء الله. السلام عليكم.